بونجور، صباح الفل، صباح الهنا والرزق وكل حاجه حلوه علينا يا رب. منتصف الاسبوع وعشر الصبح في الاهلي، والنهارده اكيد معانا اخبار زي ما احنا متعودين مختلفه في الكره المحليه والكره العالميه. طبعا اخبار النادي الاهلي لا تنقطع ومستمره مع حضراتكم، وبنغطيها خطوه بخطوه اكيد زي ما حضراتكم متعودين معانا، لكن كمان هنروح للكره العالميه لان فيها ملفات كتير، والنهارده عندنا كمان ماتشات مهمه جدا. صباح الفل كيمو. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، اهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقتنا النهارده حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، الساعه الثانيه منها هيكون معانا فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا من خلالها رئيس الاتحاد المصري للبادل الحديث، وهيكلمنا عن البطوله الدوليه اللي هتنطلق النهارده ان شاء الله، برضو واحده من البطولات الدوليه والعالميه اللي مصر ان شاء الله هتنجح كالعاده في تنظيم كل فعالياتها. دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هيكون معانا او لينا حديث كروي مع الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي، وبطبيعه الحال في كلام كتير عايزين ندردش معاه بخصوصه سواء محليا او فيما يتعلق بالدوريات الاوروبيه المختلفه. نخش بقى على سؤال السوشيال ميديا. يلا. وده بقى سؤال السوشيال ميديا، وده وعد مني انا وكريم اللي هيكون عليه ان شاء الله باذن الله تيشرت النادي الاهلي الجديده هديه مني انا وكريم، او مني انا بلاش انا دبسته على الهواء بس هتبقى مني انا حتى شخصيا تيشرت النادي الاهلي، وده وعد مني للي هيقول دلوقتي الاجابه صح. هنعلم على الاجابات الصحيحه في اخر الحلقه اللي هيقولها، ووعد مني اهو قدام حضراتكم هيبقى فيه للفايز تيشرت الجديده للنادي الاهلي. الرساله كالاتي: وجه رساله للنادي الاهلي قبل مباراه السوبر، والجزء بقى الثاني توقعاتك للاهداف ومين اللي هيسجل. شو بقى تبقى هو سؤال صعب بس يستاهل، يعني عايزين توقعات وعايزين كمان يبقى مين اللي هيسجل صح. اللي هيجاوب اجابه صح يا كريم ليه تيشرت النادي الاهلي. هيبقى ماتش جامد، سيبك انت، هيبقى ماتش رائع طبعًا. وكلنا منتظرينه طبعًا. وبص هقول لك على حاجه، احنا هنتكلم طبعا على مدار الاسبوع ده كله، وقناه الاهلي هتغطي مع حضراتكم حتى يعني احنا اخر يوم لينا بكره، بس اكيد قناه الاهلي مستمره مع حضراتكم لحظه بلحظه في تغطيه هذا الحدث الهام جدا، واللي زي ما بتقال كده هيكون باذن الله الكامباك بتاعنا مره ثانيه. ده الماتش اللي احنا فعلا منتظرينه، اعتقد الجهاز الفني عارف كده، والجهاز الاداري عارف كده، واللاعبين عارفه كده، والجماهير عارفه كده، والخصم عارف كده، فان شاء الله يعني نكون متفوقين، وان شاء الله كمان نحقق المرجو، لعب ونتيجه، ده اللي احنا عايزينه. على كل حال قبل ما ندخل بس في قبل ما ندخل في الموضوع قوي، كنت عايزه اتكلم انا وكريم مع حضراتكم على الموضوع، لان على قد ما بنقدر لو في اي معلومه مفيده هتفيد حضراتكم بنحب ان احنا برضو نقولها. هي مش معلومه غريبه قوي لكن هي معلومه مفيده ومش عند الناس كلها. يعني فكره هنا ان الواحد في الفتره حتى اللي احنا فيها دي، الاستحمام في الشتاء يا كريم، ودي معلومه مهمه، بالمياه البارده انت عارف ان ليها نتائج سحريه. أنا بقول لحضراتكم فعلا زي ما بنقول كده بالظبط، أو خلينا نروح للدراسات عشان ما يبقاش كلامنا. دراسات اتعملت واتقال فيها إن الاستحمام بالماء البارد في الشتاء تحديدا مفيد جدا. ليه بقى؟ تنشيط الدورة الدموية، تقوية الجهاز التنفسي، بتخليك أصلا يعني نشيط عامة طول اليوم. وكمان معلومة مهمة للبنات، المفروض ان الميه الساقعه بتخلي البشره صحيه جدا على عكس الميه الدافيه بتبوظ البشره، بالذات الناس اللي بشرتها سنسيتيف او حساسه او يعني شويه بيبقى بتتعرض او بتتاثر. بس الموضوع اللي انا عايزه اقوله لحضراتكم برضو ان هو صعب يعني احنا بننصح بس احنا عارفين ان هو صعب طبعا في الشتاء، الموضوع ما هوش اسهل حاجه، بس فوائده لما نعرفها هنعرف ان هي تستاهل. هي دي النقطه. يعني بصي، عايزه اراده من حديد يعني انا واحد من الناس من قديم الازل دايما عارف ان فكره الاستحمام بالماء البارد وخصوصا في الشتاء كمان يعني مفيد جدا وبيقوي المناعه وليه انعكاسات طيبه وايجابيه كتير على الجسم، بس الفكره في القرار اللي يقدر ياخد القرار ده. في ناس كتير بتعمل كده على فكره، وبالمناسبه الدراسه اللي هو انت بتكلم حضراتكم عليها وضحت كمان ان الاستحمام بالماء البارد يعني مش بس الاستحمام بالماء البارد ده، فكره ان انت حتى شرب الميه الساقعه كل يوم الصبح بتساعد على فقدان الوزن. ازاي؟ لان الجسم لما بندخله الميه الساقعه بيبتدي بشكل آلي يبذل مجهود داخلي عشان يرجع درجه حرارته الطبيعيه مره تانية ويحافظ عليها. ده على ما بيحصل بيكون في نسبه معينه من الدهون اللي في الجسم بيتم حرقها. كمان بتكون مفيده جدا لو بتعاني من الام في العضلات بعد التمرين، برضو المياه الساعة بتكون مفيدة جدا وبتحفز الأعصاب، وبالتالي بتقلل من أعراض الاكتئاب وبتنشط الغدد للتخلص من كافة السموم الموجودة جوه الجسم. يعني شوفوا حضراتكم حاجة في منتهى البساطة لكن بجد ليها فوائد كتير جدا. كل ده يعني
بيؤكد على ان احنا لازم نركز في الحاجات اللي بناكلها واللي بنشربها، لان كل تفصيله منهم على حده بيبقى لها انعكاسات اما خير او مش خير على الجسم. بس اللي انا استغربت من الدراسه دي وانا وكريم يعني بنجهز لها او بنقراها الصبح، هي قصه ان هي بتحسن من الصحه العقليه. يعني انت متخيل ان انا استحمى بميه ساقعه في الشتاء يوميا او ان انا اشرب ميه ساقعه كتير، ده ممكن تحسن لي من الصحه العقليه. دي دراسات، انا مش انا والكريم مش طالعين نقول بجد كلام اي كلام، دي دراسات معموله. فزي ما انت قلت حاجات صغيره يمكن لو يعني التزمنا بيها تفرق بشكل كبير جدا على صحتنا العامه. بس على فكره ممكن في المقابل تلاقي حد تاني او من الاطباء او المتخصصين يقول لك، ودي حاجه انا كنت سمعتها قبل كده، ان الميه الساقعه بتساعد على نمو يعني تقريبا جرثومه معينه من الجراثيم اللي بتصيب المعده. فما تبقيش فاهمه يعني إيه نشرب ولا بنشرب. لا نعمل بحث بقى، لا نشوف بقى هنرجع لكم بكره بالباقي بالتفاصيل. يعني انا ما سمعتهاش بس طبعا نسال فيها. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوعنا الاساسي، وطبعا هنتكلم ونبدا بالنادي الاهلي اللي بيواصل تدريباته استعدادات لمباراه الزمالك، و عندنا كلام كتير قوي، ويعني في كده زي ما بيتقال حصاد عملناه صغير كده للفتره اللي فاتت. لما تيجي تتكلم عن مارسيل كولر وتيجي تقيم نادي الاهلي حاليا واصلين لاي مرحله، احنا يعني ابتدينا في ايه ودلوقتي واصلين لايه واللي جاي هيكون ليه، خلينا نقول ان اول حاجه يعني الاهلي مع كولر هو لعب 4 ماتشات رسميه كسبهم كلهم الحمد لله، 2 منهم كان في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم عارفين امام الاتحاد المنستيري التونسي، ولعبنا ماتشين كمان في افتتاحيه الموسم مع الاسماعيلي واسوان وكسبناهم بنفس النتيجه بهدف دون رد. يعني لو احنا هنتكلم عن اول ملاحظه ان الراجل ده حقيقي حقق المكسب في اول 4 مباريات والحمد لله المهمه لحد دلوقتي تمت باحسن حال. الاهلي ما استقبلش اي هدف على الصعيد الاخر في ال4 ماتشات، وده برده امر في غايه الاحترام، وده كمان جانب مهم ان احنا فكره ان انت يعني زي ما بيتقال كده نقطه ان انت ما عندكش مشاكل يا كريم داخل موسم الحمد لله، ما فيش مشكلة أساسية بتعاني منها مع حارس المرمى محمد الشناوي، ما عندوش الحمد لله أي مشاكل الحمد لله، استعاد ويمكن أفضل كمان من الحالة اللي كان عليها في يعني الموسم اللي فات. خلينا نقول يعني على كل حال فترة كانت صعبة جدا، فبنعود مرة تانية للشكل اللي احنا نعرفه، بنعود مرة تانية للعيبة اللي احنا نعرفها، وبنطمن إلى حد كبير برضو. يعني انت برضو الماتشات اللي فاتت بالسكور اللي عمل في فكرة ان انت شباكك نظيفة دي بتدينا طمأنينة احنا كجماهير، فاعتقد دي بداية موفقة جدا. صحيح، وبعدين كتير جدا مننا لما بيكون في مدير فني جديد، والكلام ده مش بس في الاهلي عموما، جمهور اي فريق في الدنيا بيجلب مدير فني جديد، بتلاقوا الناس مركزة قوي في شوية تفاصيل وشوية رفايع، بالذات في الكام ماتش الاولانيين، لان هم بناء عليهم بياخدوا قرار الوضع مطمئن او لا الموضوع مقلق. شوية رفايع لكنها في منتهى الأهمية. يعني من ضمن الحاجات التانية اللي كتير من الناس شافوا إن هي إيجابية مع كولر الحقيقة هي فكرة التحرك بتاع اللعيبة بدون كرة، وفكرة اللعب من لمسة واحدة، ده كان ممكن يبقى له أثر أوضح بكتير لو كنا سجلنا من الفرص الكتير اللي جات لنا يعني أمام مرمى الخصوم في الكام ماتش اللي فاتوا، لكن الحقيقة شفنا تحركات كتير وشفنا لعب من لمسة واحدة، سواء بقى يعني أي حد من الرباعي خط الأمامي سواء كان أحمد عبد القادر، برونو سافيو، أفشة، شادي، شريف، وفكره الوصول لمرمى المنافسين باقل عدد ممكن من اللمسات دي كانت من الامور اللي فعلا ملفته للنظر في الكام ماتش اللي فاتوا. واعتقد يعني ان حتى من كلام كولر نفسه هو بيقول ان هو مركز على التفصيله دي، فكره تطوير الاداء وبالتالي زياده المعدل التهديفي ان شاء الله في الماتشات القادمه. وجهه نظري ان الفريق افضل يعني تنظيما هنقول بكتير من السنه اللي فاتت. خلينا بس ناخد كل خطوه يعني الخطوه بخطوتها والماتش بماتشه، وخلينا نتفائل باللي جاي ان شاء الله. بص انا معاك بقى زي ما انت قلت في الجمله الاخيره كده، الماتش بماتشه والخطوه بخطوتها، ما نسبقش في الحكم بشكل مبالغ فيه سواء بالسلب او بالايجاب، انا اعتقد ده مش صح تماما. يعني خلينا حتى باذن الله لما نفوز باذن الله، وان شاء الله ده هيحصل في الماتش يوم الجمعه، ما برضو ما ناخدش الدنيا للاكستريم يا كريم طبعًا. يعني طبعًا. الاكستريم ده ممكن ان هو يبقى تاثيره سلبي، لسه مشوار طويل، لسه مشوار بالظبط، مشوار طويل جدا، احنا في اول الموسم فيعني لسه بدري. على كل حال برضو خليني بقى ايه انتقل مع حضراتكم، احنا هنرجع تاني اكيد للمباراه والاهلي وعندنا كلام كتير جدا، وهنتكلم كمان عن الاستعدادات في الامارات والتنظيم هناك هيكون ازاي، والحفله الافتتاحيه مين اللي هيحضرها، كل التفاصيل دي هنقولها لحضراتكم بس طبعا في الفقره الحواريه. خلينا بقى نروح ونتكلم عن دوري ابطال اوروبا، لان النهارده عندنا ماتشات كتيره جدا
ومجموعه من الماتشات يمكن الجميله، يعني عندك تشيلسي مثلا هيلعب مع ريد بول سالزبورغ النمساوي في النمسا، عندك كمان يعني زي ما بيتقال تشيلسي خلاص حسب موقفه اصلا من التاهل، لكن يهم برضو الناس اللي بتحب ميلان ان تشيلسي يكسب، يعني يكسب ريد بول وميلان ان هو يكسب دينامو زغريب على الناحيه الاخرى طبعا الكرواتي، عشان يتاهل ميلان مع تشيلسي لدور ال 16 وتبقى بقى المواجهه الايه؟ الكبرى يعني المباراة هتكون قوية أكيد في معقل بروسيا دوترموند اللي هيواجه برضو كتيبة جوارديولا، بيتقال عليها كده كتيبة فعلا جوارديولا، ومعهم هالاند فريق مانشستر سيتي. مواجهة مرعبة إن صح التعبير، هي مواجهة مرعبة لبروسيا اللي محتاج بقى هنا أنه هو يكسب أو حتى يتعادل عشان يصعد مع المان سيتي هنا لدور الستاشر. فلا عندك تشالنج رائع، عندك طبعا لسه أمور كتيرة هتحسم، وهيبتدي يبان بقى شوية كريم النتائج، يبتدي يبان شوية كده الفرق القوية. لحد دلوقتي الأمور مش واضحة قوي، يعني مان سيتي يلعب مرة حلو جدا ويتألق وهالاند يتألق، بعد كده لا ليفربول يلعب بمستوى مش حلو كده يتألق ماتش ويرجع، يعني بص لسه ما فيش حاجة تقدر تحكم عليها رؤية معينة أو رؤية واضحة لحد دلوقتي يعني. ولكن ده ما منعش إن في ناس كتير قاعدين بالورقة والقلم عمالين يحسبوا أول بأول، يعني المنافسة مثلا في المجموعة دي على التأهل غالبا هيكون محصور ما بين إشبيلية الإسباني وبروسيا دورتموند، عشان كده الفريق الألماني يكفي حتى التعادل لحسم التأهل. أما المجموعة الأخيرة ففي أمل بسيط جدا ليوفنتوس أمام بنفيكا أنه يكسبها، ويستنى أن بنفيكا يخسر كمان الماتش الأخير. ومش بس كده الحقيقة، ده اليوفي محتاج كمان أنه يكسب باريس سان جيرمان في آخر جولة، وأفتكر دي هتكون حاجة في منتهى الصعوبة. يعني المجموعة دي الحقيقة اتحسمت فيها الأمور إلى حد بعيد، او اتحسمت فيها تذكرتي التاهل بين باريس سان جيرمان وبنفيكا. والجميل في دوري الابطال وخصوصا في النسخه دي منه ان انت بتفضل تحسب مع كل فريق عايز يتاهل لدور ال 16 النقاط اللي حصدها والنقاط اللي محتاجها لحسم التاهل. يعني احنا مش بنتفرج، احنا تقريبا كاننا بنلعب معاهم مش مجرد بنشجعهم. وسيبكم برضو الدوري، يعني الدوري الاوروبي حاجه عظمه، يعني عظمه حقيقه. نروح للاتحاد بقى الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان أمين من عام اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس أيضا الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وكلمنا عن الخماسي الحديث أكتر من مرة، كان معنا ضيوف كتير جدا كمان، والإنجازات اللي هي محققة حتى هذه اللحظة. بعثة المنتخب الوطني، خليني أقول لحضراتكم ليه الخماسي الحديث سيطرت زوجي على منصة التتويج مختلط في بطولة إسبانيا الدولية للشباب وللشباب ده تحت 17 و 22 سنة المقامة ببرشلونة. توج الثنائي الميسي وحاجة تشرف بجد، المكون هنا من أولا أريح سرحان ومحمد حسام بالميدالية الذهبية برصيد 1057 نقطة، وأعتقد ده برضو يعني عدد نقاط رائع جدا. وحقق الثنائي أيضا نجوى حسن وإياد الكاشف الميدالية الفضية برصيد 1049 نقطة، وحقق الثنائي جانا عطية وسيف البنداري الميدالية البرونزية برصيد 1031 نقطة. إنجاز محترم بجد، وللخماسي الحديث وبنتكلم هنا أبطال مصريين، وتاني الخماسي الحديث من الرياضات اللي هي برزت مؤخرا واصبح عندك مش بطل او اثنين او ثلاثه او عشره، اسماء كتيره جدا بترفع اسم مصر في محافل دوليه مختلفه وبتشرفنا بميداليات كمان ذهبيه، مش بتشرفنا بتمثيل مشرف خلاص. صحيح يعني ومن ضمن الابطال اللي انت بتتكلمي عليهم كمان سيف وائل، الحقيقه حصد سيف وائل الميداليه الفضيه في بطوله كاس البلطيق للخماسي الحديث للشباب تحت سن 19 سنه والمقامه في كرواتيا. كمان حقق سيف وائل المركز الرابع في منافسات تحت سن 21 سنه والمركز العاشر في منافسات العمومي. الحقيقه يعني تألق سيف زاهر في هذه البطوله بشكل كبير جدا وحقق المراكز المحترمه والمتميزه دي، وحقق كمان رقم جديد ليه هو شخصيا في السباحه والرمايه والجري. الحقيقه حاجه عظيمه جدا، وظهر بصوره اكثر من رائعه في فعاليات هذه البطوله. وكلمه حق لازم تتقال، يعني لعيبه الخماسي متألقين بالمعنى ولا أروع حقيقي. طيب خلينا نروح لكابتن شريف، المهندس شريف العريان معانا التليفون ولا لا يا جماعة؟ لا غالبا مش معانا. طيب محدش بلغني. على كل حال احنا كان هيبقى معانا طبعا المهندس شريف العريان عشان نعرف منه تفاصيل اكتر، لكن التليفون يمكن مش جاهز دلوقتي. خلينا نروح بقى لسلسله البطولات اللي بتستضيفها مصر وتتواصل فعاليات كمان منافسات بطوله العالم لرمايه المسدس هنا والبندقيه بمدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده، ومستمره لغايه يوم 28 اكتوبر، نتكلم خلاص يعني قربت على او اوشكت على الانتهاء بمشاركه كام دوله، لان ده بيفرق لي أو
كام رامي، ده بيفرق لي جدا، لان برضو الاعداد لما بتكتر يا كريم انت بتعمل تاني، هنرجع نقول سياحه رياضيه محترمه، بيبقى فيه وفود مختلفه، بيبقى فيه اعلام صحافه، ومشاركه هنا اكتر من 1041 رامي وراميه من 88 دوله من مختلف دول العالم، تشمل منافسات 50 متر بندقيه، ثلاث اوضاع هنقول لحضراتكم يعني التفصيل، وطبعا مسدس سريع برضو 25 متر و50 متر وغيره من التفاصيل، لكن بجد حاجه مشرفه جدا برضو. التليفون جاهز؟ طيب مهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، صباح الفل على حضرتك يا فندم. لا هو بس في لبس، اللي انا فاهمه ان اللي جاهز معانا على التليفون هو سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية. هو يا جماعه النهارده الدنيا داخله في بعض. طيب سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه، صباح الفل على حضرتك سياده اللواء. صباح النور على جميع الساده المشاهدين والمستمعين. اهلا بحضرتك، وانجاز اخر بيضاف حقيقي، حاجه محترمه جدا، ويمكن احنا لو هتكلم عن الرمايه تحديدا لسنوات سابقه ما كناش بهذه زي ما بيتقال كده او هذا المستوى، في انجاز حصل، في تغيير حصل، وبالتالي ترجم ده في ميداليات وفي يعني رانكينج مختلف تماما. خلينا يا سياده اللواء نتكلم على النقطه دي في البدايه. الاول احنا نقدر نقول ان مصر تشرفت باستضافة بطولة العالم، ودي اللي هي يعني نقدر نقول انها بتقام كل اربع سنوات، وكون انه الاتحاد الدولي يسند لمصر هذه البطولة فده حدث كبير جدا. الحاجة الثانية الأخرى اللي هي مشاركة العدد الكبير من الدول، هم 88 دولة، 1041 رمية و485 إداري، نتكلم على 1500 مشارك من خارج مصر بالإضافة إلى مصر واللجنة المنظمة، حوالي 500 حوالي 2000 واحد موجودين في مدينة مصر قبل الأولمبياد. رائع. ده يعني حدث يمكن لم يحدث، ويمكن ده بالنسبة لنا كاتحاد رماية وكدولة وجمهورية مصر العربية ورياضة يعتبر إنجاز كبير جدا إن احنا نوصل لهذا المستوى من الاستضافة. وطبعا زي ما حضرتك أشرت إنه موضوع السياحة الرياضية عند ناس كتير جدا يمكن بتسأل إن هي تروح تزور أماكن سياحية، وبتروح فعلا وبتقول احنا جينا مصر شفنا حاجات كتيره، شفنا ميدان الاكبر على مستوى العالم، شفنا منافسات كبيره جدا بين ابطال العالم، شفنا التاهل في هذه البطوله وهي اول بطوله تاهل لطوكيو لباريس 2024، ثم شفنا الاماكن السياحيه، منظومه متكامله الحمد لله بتنجح باذن الله. كويس جدا. انا دلوقتي بجهز مفروض علشان اولمبياد باريس 2024، دي نقطه مهمه جدا ويا ريت حضرتك تستفيد معانا فيها يا فندم، لان احنا من دلوقتي او من امبارح لازم فعلا كنا نستعد، فخلينا نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر. طبعا احنا بالنسبه لنا بطوله العالم دي تعتبر محطه من ضمن محطات الاستعداد والتاهل لباريس 2024، وطبعا الخطط اللي موجوده الان في الموجوده الان في اللجان الفنيه ليها هدف كبير جدا، اول حاجه اللي هو الاحتكاك في هذه البطوله، لان طبعا البطوله قويه. ثاني حاجه استعدادا لبطوله افريقيه ان شاء الله تقام في تونس، دوله تونس الشقيقه في شهر ديسمبر القادم، ثم البطوله الافريقيه القادمه ان شاء الله في شهر اكتوبر العام القادم ان شاء الله. دي بالنسبه للنحو النواحي الفنيه والاستعدادات. احنا حققنا حاجه الفتره الماضيه، ايوه حققنا، رامي عزمي حلبة حصل على المركز الأول في بطولة العالم المقام بكرواتيا، وأول لاعب يتأهل إلى باريس 2024 الخطوش. الحاجة الثانية عندنا في البطولة هنا المقام حاليا عندنا رامي من الرماح حصل على الميدالية الفضية، ثم عدة رماح فريق ناشئين في البندقية حصل الفريق على المركز السادس على مستوى العالم، وده أول مرة طبعا تحصل هذه النتائج الباهرة إن هم يقدروا يحققوها في وجود الصين والهند وامريكا وفرنسا واليابان، دول كثيره جدا يعني. رائع. الجزء الاخر ان احنا عندنا مسابقات في مسدس السريع، عندنا احد الرماه هنقدر نقول حاليا هيبتدي يصنف عالميا بعد المستوى اللي هو حققه في هذه البطوله. دي من الناحيه الفنيه. وطبعا خطه الاعداد بتكون تحت اشراف لجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه. يمكن الخطة حتى الآن ماشية بنفس ما هو موضوع لها، بنتمنى إن شاء الله أن ربنا يوفقنا في المسابقات القادمة بإذن الله. القادم بإذن الله.
شكرا جدا سيادة اللواء حازم حسني، مشكور حضرتك انا وكريم اكيد على هذه المداخلة، حاجة جميلة طبعا. وفكرة طبعا. كمان يا كريم يعني احنا شاركنا قبل كده في الاولمبياد طبعا طوكيو 2020، لكن انت ما كانش ليك نصيب تقريبا خالص. التاني الرماية ما كانتش من الرياضات اللي هي متألقين فيها الى حد كبير، رغم ان احنا عندنا ابطال كتيرة جدا فيها، لكن يمكن ده كان نصيب الرياضة دي يعني لفترة ما في مصر، لكن دلوقتي في فعلا على الارض تغيير شامل بيحصل، نتائج اخرى، فأنا متفائلة إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024 الوضع يختلف، أو بنأمل ذلك يعني إن شاء الله إن ده يحصل. اللي فات من كل الدورات الأولمبية والبارالمبية اللي المصريين شاركوا فيها كان دايما أبطالنا البارالمبيين هم بيرجعوا بثلاث أربع خمس ست سبع أضعاف عدد الميداليات اللي بيحققوها أبطالنا الأولمبيين، فنتمنى يبقى في منافسة ما بين بطلنا الأولمبي وبطلنا البارالمبي، لأن الحقيقة الاثنين بيبذلوا طبعا مجهود كبير جدا، والاثنين لما بيرفعوا علم مصر أكيد دي حاجة بتسعدنا كلنا طبعًا. بطبيعة الحال. وعلى ذكر الأمور اللي تسعد، فكرة إن كان في طبعا حضراتكم عارفين دايما لما بنيجي نتكلم مثلا على السكواش بنتكلم بإن في شبه سيطرة كاملة مصرية على مجريات أمور هذه الرياضة. ابتدينا مؤخرا زي ابتدت تندع كده زي ما بيتقال بالتعبير الشعبي الدارج في كمان التنس، يعني مثلا على سبيل المثال تقدمت ميار شريف مركزين في التصنيف العالمي لسيدات التنس على مستوى العالم لتصل الى المركز الخمسين في التصنيف العالمي بعد ما تقدمت بهذا الترتيب، يعني الحقيقه طبعا لازم نتوجه ليها اكيد بالتهنئه، اكيد الرقم ده احنا محتاجينه كمان يقل اكتر ويقل اكتر، يعني تبقى في الترتيب التوب 20 اضعف الايمان وان شاء الله كله جاي في الطريق. بينما يعني تحافظ البولنديه ايجا شفونتك في على صداره التصنيف العالمي، بينما تاتي التونسيه انس جابر في المركز الثاني. اما على مستوى الرجال واصل طبعا الاسباني كارلوس الكاراز تصدره للتصنيف العالمي للرجال، بينما حل رافائيل نادال في المركز الثاني، وبيجي بعديهم على طول اللاعب النرويجي كاسبر رود. كان أفضل مركز حققه أو حققته ميار شريف في مسيرتها هو المركز الـ 44 عالميا، والكلام ده كان في يوليو اللي فات، ثم تراجعت في التصنيف للمركز الـ 52 إلى أن رجعت مرة ثانية وتقدمت إلى المركز الـ 50، لكن بعد الحقيقة تتويجها ببطولة بارما المفتوحة وصلت للمركز الـ 50 عن جدارة وعن استحقاقه تاني. إحنا مستنيين مبدئيا من ميار بصفة خاصة المزيد من النجاحات الفترة الجاية إن شاء الله. بص انا عندي اخبار ان سياده المهندس شريف العريان معانا. ماليه ايدك بالخبر ده؟ يعني انت ماليه ايدك يا باشمهندس صباح الفل. صباح النور. الحمد لله، احنا بنحاول كنا نتواصل بس يمكن كان في مشكله يعني في التليفونات او حاجه، بس يعني منورنا وسعداء جدا. ومرة تانية هرجع أقول لحضرتك الخماسي الحديث حاجة أصبحت مشرفة جدا عندنا دلوقتي بجد، أبطال الواحد بيتشرف بيهم وأعداد كبيرة، فأنا حابة أبدأ من هنا. التغيير ده أو التألق ده أكيد وراه برضو مجهود، وراه قصة، وراه رعاية مادية ومعنوية، خلينا نعرف من حضرتك يا فندم. طبعا طبعا مفيش مجهود بيضيع حرق أبدا، خلاص اي حد بيبذل مجهود هيلاقي ثمار هذا المجهود، سواء لاعبين مدربين اداره زي ما هيقول. في مشكله مصر الاساسيه الحقيقه في الرياضه مش العقول ولا اللاعبين ولا المدربين، المشكله الاساسيه هي توفير الماليات المطلوبه لعمل الخطه المتكامله زي ما فده الحاجه اللي قدر الاتحاد الخماسي الحديث بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب والرياضه الدعم الاساسي ليها ومع السبونسرز اللي بنذكرهم كلهم الحقيقه خلاص، واللجنه الاولمبيه المصريه ايضا بدعمها لينا. لما كلنا نشتغل مع بعض في تعاون تام لازم النتيجه تبقى نتيجه ايجابيه زي ما حضرتك شايفه كده، ومصر مش اقل من اي دوله في العالم اكيد، فبالتالي طبيعي جدا ان احنا لما نوفر امكانيات للاعبين ومدربينا نوصل لمنصات التسويق بمنتهى السهوله. هل في خصوصيه معينه يا استاذ شريف للعيبه المصريين في الخماسي الحديث؟ انت عارف بيبقى في رياضات معينه بتلاقي ان في جنسيات بعينها متفوقه ومتالقه في هذه الرياضه، فبالنسبه بقى للخماسي الحديث هل اللاعب المصري ليه خصوصيه او اوجه تفرد عن بقيه لعيبه العالم؟ لا انا مش هقول ليه اوجه تفرد، خلاص احنا لعبتنا معقده شويه، لان لعبتنا حضرتك بتتكون من جري وسباحه ورمايه وسلاح طبعا، فملهاش جسم موحد خلاص نقول عليه هو ده لاعب الخماسي، يعني ممكن اللعيب القصير شويه مميز في الجري، اللعيب الطويل مميز في السلاح وهكذا. يعني التكوين الجسماني تكوين رياضي متكامل، مش رياضي بتاع لعبه معينه،
13 عندي الاجيلتي بتاعت كل الالعاب على بعض. طبعا احنا كان عندنا في السابق الكتله الشرقيه روسيا وليتوانيا وبيلاروسيا والدول الشرقيه دي كانت والمجر هم اللي مسيطرين على التماس الحديد. انما دلوقتي طبعا الدنيا مفتوحه تماما، الدنيا اتغيرت خالص. يمكن اقوى اربع دول دلوقتي في العالم بلا استثناء هم مصر وانجلترا وكوريا والمجر، هم اقوى اربع دول حاليا لو بنتكلم على النهارده يعني. وطبعا الاوضاع دي بتتغير مع سنه بسنه يعني. اكيد. انما احنا لاعبينا تخطط لهم بامكانيات، واحنا قلبنا من التمرينات الجماعيه للتخصصيه جدا، فبنبني برامجنا على اللاعب ببرنامجه بمدرسته او كليته او شغله بنبني عليها مش العكس، مش هو اللي يتاقلم علينا، احنا اللي بنبني برنامج يتاقلم على امكانياته واحتياجاته هو كلاعب. هي ده عمل فرق انفصل كبيره. كويس جدا. طيب اخر سؤال لحضرتك لو تسمح لنا برضه باشمهندس شريف، ايه البطولات الدوليه القادمه لخماسي هنا الحديث اللي بيستعد ليها لاعبتنا المشاركه من دلوقتي يعني؟ سنه 2023 هي بدايه التاهيل لاولمبياد باريس 24. كويس. عندنا هيبقى اربع مراحل كاس عالم، هتبدا اول مرحله في اوائل مارس في القاهره زي ما متعودين احنا في اخر سنين هي كتير، ثم تتوالى كاسات العالم، ثم عندنا نهائي كاس عالم، ثم عندنا تتم ببطوله العالم للكبار وهتقام في اخر 10 ايام في اغسطس في انجلترا في مدينه دعم. دول هيحددوا اول دفعه متاهلين. خلاص يعني اول دفعه متاهلين هيتقالوا من دول، ثم البطولات القاريه اللي برضه هتقام بعد بطوله العالم. كويس. البطوله القاريه الافريقيه لافريقيا، والاول سنه هتبقى افريقيا واوشيانا اللي هي استراليا ونيوزيلاند في المنطقه دي، هتقام بطوله واحده موحده وهتقام في مصر في بدايه سبتمبر. فدول هيبينوا لنا اول مجموعه متاهلين، احنا بنتاهل بيها 36 لاعب ولاعيبه بحد اقصى اثنين لكل دوله، اثنين ولاد واثنين بنات. فبالتالي اول نص المتاهلين هيتاهلوا من 2023، ثم النص الاخر من الرانك العالمي وبطوله العالم 24. حلو قوي. كل التوفيق يا رب، ويا رب كده يفرحونا ويشرفونا في اولمبياد باريس 2024 اللي باذن الله كلنا بقى نحضرها. ده شيء انا من دلوقتي عايزه اجهزه. شكرا ليك يا باشمهندس جدا، شكرا لحضرتك. طالما اطمنا بقى على لعبتنا ما نطمن على الجو. مفيش تطمين على الطقس، اقول لك ليه؟ الدنيا ابتدت تحلو. خد يا بيه، خد خد بقى شوف اللي حصل ده. ايه؟ معايا خبر غريب جدا. اللي هو استنى عشان في حاجه. ده جزء من الخبر الغريب. في النهارده بيقول لك بقى في ايه؟ ها شوف، في كسوف. من امبارح ناس بتتكلم في الكسوف. الموضوع ده غريب جدا. لا انا جايبه لحضراتكم تفاصيل عشان يبقى الخبر زي ما طالع كده، تحديدا من المعهد القومي للبحوث الفلكيه. تفاصيل بقى الكسوف هنا، الشمس المفروض ان هي هتستغرق من بدايه الساعه 10 وشويه يعني قول 11 لغايه، هيبقى في كسوف شبه ظلي يعني مش هتشوفه بالعين المجرده، مش مهم ده. هيبقى نهايته كسوف شبه ظلي بس هيزيد في الساعة الثالثة ودقيقتين تمام، وهيستمر لغاية الساعة 4. فهل الكسوف ده بقى هيبقى ليه أضرار أو لا؟ هل من امبارح يعني في كلام كتير بس كلام سوشيال ميديا الله أعلم مدى يعني الناس مهولة قوي في الموضوع. يقولك ما ينفعش تبصي للشمس بشكل مباشر غير وأنت لابسة نظارة نظارة شمس، لأن ممكن تسبب مشاكل للقرنية، وكلام وصل لما هو أبعد من مشاكل القرنية. بس أرجع أقول لحضراتكم الجزء اللي أنا أعرفه عرفته من السوشيال ميديا، وأنا يعني ما أثقش كل الثقة. بص أنا هقول لك في بس القاهرة، بس أنت عندك من مصدر الموضوع يعني تاني. المعهد القومي للبحوث الفلكيه تحدث تحديدا عن القاهره، بيقول في القاهره يرى الكسوف في مرحله الكسوف الجزئي هيبقى الساعه 2:12 ظهرا تقريبا، هم كاتبين تقريبا، وستكون ذروه الكسوف الجزئي في القاهره في تمام الساعه 1:09 ظهرا تقريبا يعني حين يغطي قرص القمر حوالي كاتبين 37.3% من قرص الشمس. على كل حال دي معلومات، لو كان في اي اضرار من موضوع الكسوف يا كريم اعتقد كانت يعني المعلومات دي طلعت، لكن اعتقد ان دي كلام سوشيال ميديا. بس هو في كسوف النهارده؟ في كسوف، وقلنا لحضراتكم التوقيتات يعني تحديدا. خلينا نروح يا رب بقى زايد، خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. عوده لعشرة صحف الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. خلونا نروح على فرع النادي الاهلي بالجزيره حيث تتواجد الزميله العزيزه هنا ابو قاسم اللي مشكوره، هتقول لنا اخر الاخبار واخر المستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي.
يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت السوبر المصري. فريقنا النهاردة إن شاء الله هيغادر للإمارات استعدادا لمباراة السوبر المصري اللي هتكون يوم الجمعة القادم الساعة 7 مساء. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق إن شاء الله بقى يتوجوا ببطولة السوبر المصري، ونكون بنحتفل يوم الأحد القادم في 10 الصبح في الأهلي. طبعا الفريق كان خاض امبارح آخر مران ليه هنا على ملعب مختار التتش قبل المغادرة للإمارات. خلوني بقى أكلمكم أكتر عن التدريب. كالعادة الحقيقة مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كانوا حريصين على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران. يعني المحاضرة تقريبا استمرت حوالي 30 دقيقة، وحدثوهم بقى عن بعض الأمور الفنية والخططية للمرحلة القادمة، وطبعا أهمية مباراة السوبر المصري. يعني بشكل عام المران كان فيه جزء كبير جدا تدريبات بدنية، واختتم الفريق تدريباته ببعض التدريبات الفنية بالكرة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا بقى للحديث عن كرة القدم، ناشئين كرة القدم مواليد 2006 أمس قدروا يحققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0. ده طبعا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة كأس مصر. حقيقة الفريق عمل مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من أن المباراة كانت على ملعب سموحة خارج طبعا أرض النادي الأهلي، لكن فريق 2006 قدر يسيطر على مجريات المباراة، وقدر اللاعب عمار وليد الحقيقة يحرز هدف النادي الأهلي، وبكده بقى يكون رفع الفريق نقاطه لست نقاط من فوزين متتاليين. يعني حققوا الفوز الأول على فريق حرس الحدود بنتيجة 2-0، والفوز الثاني كان أمس زي ما قلت على سموحة بنتيجة 1-0. إن شاء الله بقى يستمروا على نفس الأداء ويتوجوا بالبطولة. يعني دي أخبار الفريق الأول لكرة القدم وناشئين كرة القدم بالنادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي نروح ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى، ونبدأ برجال كرة السلة اللي هيغادروا أمس للإسكندرية، وهيدخلوا طبعا في معسكر مغلق استعدادا بقى للدورة المجمعة الثانية من بطولة الدوري المرتبط. مباراتهم الأولى هتكون يوم الخميس أمام فريق دسوق، المباراة الثانية هتكون يوم الجمعة أمام فريق طلائع الجيش، والمباراة الثالثة والأخيرة في الدورة المجمعة الثانية هتكون يوم السبت أمام فريق سموحة. كمان خليني بقى أفكر جميع مشاهدينا إن رجال كرة السلة حققوا العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولى، قدروا يفوزوا على دسوق بنتيجة 85-43، على فريق طلائع الجيش بنتيجة 75-46، وعلى سموحة بنتيجة 71-63. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الدورة المجمعة الثانية، إن شاء الله يحققوا أيضا العلامة الكاملة ويقدموا أداء عالي زي ما عودونا. يعني كمان هم لقبوا خلاص بفريق دريم تيم. أما عن سيدات كرة السلة فهم أيضا النهاردة عندهم مباراة أمام فريق الصيد ضمن منافسات بطولة الدوري المرتبط. المباراة هتكون على صالة الصيد الساعة 8 مساء. يعني النادي الأهلي في مباراته الأولى أمام فريق الصيد كانت بتقام هنا على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدروا سيدات كرة السلة إن هم يحققوا فوز بنتيجة 78-41. إن شاء الله كمان النهاردة يحققوا فوز وبفرق سكور كبير. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار كرة اليد. وسيدات كرة اليد أمس بتجدد التعاقد مع اللاعبة فريدة الشرقاوي لمدة 4 مواسم. والحقيقة أنه كابتن خالد العوضي طبعا مدير النشاط بالنادي الأهلي كان صرح وأشاد بأداء اللاعبة فريدة الشرقاوي، إن شاء الله هتكون يعني بتدعم صفوف الفريق في الموسم القادم، وكالعادة هتتألق إن شاء الله وتدعم صفوف الفريق وتحصد على بطولات عديدة في الموسم الجديد. أما عن رجال كرة اليد فأولى بقى مبارياتهم مع مدربنا الجديد طبعا مستر ديفيد ديفيس هتكون يوم الخميس القادم أمام فريق هليوبلس ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني طبعا منافسات بطولة الدوري لرجال كرة اليد كانت توقفت الفترة الماضية بسبب مشاركتهم في بطولة إفريقيا وبطولة سوبر جلوب، لكن إن شاء الله بقى هيستأنفوا مبارياتهم في الدوري يوم الخميس القادم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، نتمنى لمدربنا الجديد كل التوفيق مع الفريق. ان شاء الله بقى
بقى يحقق معاهم بطولات عديده وجديده في الموسم الجديد. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه الكاراتيه والسداسي. النادي الاهلي بيواصل استعداداته مع منتخبنا الوطني في بطوله العالم في تركيا. طبعا البطوله هتكون منافساتها من يوم 26 ل 30 اكتوبر، وسداسي النادي الاهلي هم اللاعب ياسين احمد، اللاعب عمر اشرف، محمد صلاح، مريم احمد، ملك ناجي، وفاطمه عبد الناصر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ولجميع لاعبي منتخبنا الوطني ان شاء الله يقدموا بطوله كبيره جدا. يعني دي كانت ابرز اخبارنا في اخبار النادي الاهلي النهارده. يعني طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. اشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على هذه التغطيه المتميزه كالعاده. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات، واول ما نرجع من الفاصل شكلك عايزه تقولي حاجه. انا عايزه اقول حاجه والله. انا عايزه افكر الناس بس بسؤال السوشيال ميديا. وقعت مني، وقعت مني، حقك عليا، انا نسيت التفصيله دي، اتفضل. هو الكسوف عامل شغل والله من اول الحلقه. خلينا نفكر حضراتكم مره ثانيه بسؤال السوشيال ميديا اللي جايزته هتبقى بس هي تيشرت واحده، مش هنقدر على اكتر من كده. تيشرت ان شاء الله النادي الاهلي الجديده للي هيتوقع صح. بس السؤال برضو صعب بصراحه حد يتوقعه قوي. طبعا احنا في الجزء الاولاني عايزينكم توجهوا رساله للاهلي قبل مباراه السوبر، توقعاتكم بقى هي هنا ده السؤال، توقعاتكم للاهداف ومين اللي هيسجل الاهداف ومين اللي هيسجل. لو صادفت صح ليكوا جايزه ان شاء الله للتيشيرت النادي الاهلي. بس سريعا برضو مهم ان احنا نقول لحضراتكم هذه المعلومات السريعه عن تنظيم السوبر، لان دي معلومات وردتنا برضو من شويه. مدير قطاع الفعاليات بمجلس مدينه ابو ظبي سهيل طبعا العريفي اعلن عن تفاصيل هنا ضوابط حضور الجمهور لمباراه كاس السوبر اللي هتجمع الزمالك والاهلي على استاد هزاع، استاد هزاع بن زايد. خليني اقول لحضراتكم المعلومات المهمه، ان هيكون طبعا في ساعه الملعب اللي هيتم تقسيمها بين مشجعي الاهلي والزمالك، وهيتم السماح باللي هي حاجه اسمها تايفو لجميع جماهير الفريقين اللي هم بيعملوا اشكال وحاجات يعني بنفسهم، هم بيبقى في زي رسومات بيعملوها زي ما بيتقال ايه بالجسم البشري يعني. على كل حال هيبقى في حفله برضو، وهيبقى ان هو هيفتتح او هيقدم الحفل ده احمد سعد، هيبقى حفل غنائي على هامش المباراه. فالتنظيم طبعا في بقى حاجات ثانيه، في هيبقى في برضو حاجات محاذير وغيره هيتم الاعلان عنها، لكن اعتقد كلها ضوابط يعني مهمه ومشروعه في نفس الوقت. فلو في الاخر انت عايز صوره تبقى يعني صوره حضاريه، شماريخ، لا 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 ليزر، يعني بيضه، الات حاده، كل الحاجات اللي على فكره يعني قائمة المحظورات متطبقة بالفعل من قبل كده، فهي نفس التطبيق هيتم إن شاء الله في هذا اللقاء المرتقب اللي إن شاء الله هيكون ضرب نار بالمعنى الحرفي، لقاء قمة دايما لوحده أيا كانت البطولة اللي بيلعب فيها الأهلي ضد الزمالك. فالحقيقة دايما بتكون المباراة دي هي في حد ذاتها بطولة مستقلة. خلونا نطلع فاصل ونرجع نستقبل أول ضيوفنا في أول فقرة حوارية، خليكم معنا. زي ما نوهنا في بداية الحلقة أنا وكريم، الفقرة دي هيكون معانا فيها رئيس اتحاد لعبة البادل المصري، اللعبة اللي بدأت يمكن مش عندنا خالص، بدأت في المكسيك في الستينيات، وبعد كده تأسس الاتحاد الدولي كان عام 91، وحاليا يعني بدأنا احنا كمان ننظم بطولات قارية ودولية. هنتكلم عن كل ده ويعني وتفاصيل أكتر، وإيه اللي شهر أصلا البادل عندنا، وليه المصريين حبوا البادل قوي بشكل كبير، رياضة مستحدثة إلى حد ما بس لقت يعني رواج كبير جدا ما بيننا. خلينا نرحب بكابتن احمد غتواري رئيس اتحاد البادل. بونجور. بونجور يا سيدي. صباح الفل. صباح الجمال. سعداء بوجود حضرتك معانا، دي تاني مره تنورنا. المره الاولى كان لسه الاتحاد تحت التاسيس، لكن دلوقتي تم اشهار الاتحاد. مظبوط صح. مليون مبروك يا فندم، موفقين. بس احنا عايزين نستاذنك ان احنا قبل ما ندخل معاك في تفاصيل بقى القعده الحلوه دي، في كلمتين لازم يتقالوا عن الماتش الجاي. لا هو بس الواحد عايز يفكر حضراتكم تاني طبعا بسؤال السوشيال ميديا، ابعتوا لنا عشان عايزين كم كبير من التوقعات. وتاني يعني لما نيجي نتكلم تحديدا اصلا على استاد هزاع برضو يا كريم، انت الاستاد ده بصراحه انا من الاستادات اللي بتفائل بيها، لان طبعا اخر زي ما حضراتكم عارفين اخر بطوله لعبناها هناك واخر مباراه كسبنا 3-2، ده كان عام 2016 تحديدا. اعتقد برضو دي ذكرى لن تنسى لاي اهلاوي، كانت حاجه محترمه جدا، حاجه مشرفه جدا. فانا متفائله باذن الله يعني كده، عارف في عوامل بتبقى ايه حلوه. طبعا شوف المشهد عامل ازاي، حاجه ولا اروع بصراحه، استاد محترم فعلا يعني. بالتوفيق ان شاء الله.
زي ما كنت بقول لحضراتكم هيتم تقسيم ساعة الملعب كله بين مشجعي الأهلي والزمالك، ده غير التايفو لجماهير الفريقين. هنشوف شكل جميل، أداء جميل بإذن الله، وتنافسية شديدة، وفي نفس الوقت برضو حفل يعني هيقدمه تاني النجم أحمد سعد، فأعتقد بإذن الله تبقى أو يبقى مشهد محترم في الأول وفي الآخر، وإحنا ما عندناش شك في ده على كل حال. يعني نرجع بقى لحضرتك. أيوة. والبادل كابتن احمد، وزي ما كنت بقول ناخد الموضوع من هنا. احنا طبعا هنروح لتاسيس الاتحاد يعني بلا شك انا وكريم، وهنتكلم في تفاصيلها، بس فكره هنا بقى ان انا بتكلم عن رياضه جديده مستحدثه لقت رواج، نجحنا فيها جدا، بقينا نخش بقى دلوقتي خلاص هنتكلم في بطولات، فخلينا نبدا من هنا. لا هو يعني الحمد لله البادل يمكن لقت اقبال قوي جدا من الشعب المصري، ويمكن انا دايما بقول ان الشعب المصري بيحب كل ما هو رياضات مضرب. شفنا قبل كده ان احنا عندنا ابطال كتيره في رياضات مضرب اخرى. لعبه اجتماعيه جدا، احنا بننزل اربعه بنلعب مش اتنين، فمعظم الشباب بيشوفوها طب ما تيجي ننزل نلعب شويه وبعد كده نبقى نتقابل. فيعني فيها عوامل كتيره ادت ان الرياضه تنتشر بصوره كبيره جدا في مصر. يعني المستويات بتعلى، عملنا حبه حاجات كويسه الحمد لله في الاتحاد ساعدت برضو على الانتشار، فشايفين الحمد لله لحد النهارده ان الفيدباك بوزيتيف جدا، ويا رب يستمر على كده. ما احنا عايزين نعرف بقى حبه الحاجات دي يعني. على الاقل مبدئيا كده الفتره ما بين وقت ما كان الاتحاد قيد التأسيس أو لم يشهر بعد لغاية لحظة الإشهار، أكيد في حاجات كتير حصلت وكان في ترتيبات كتيرة بتترتب عشان نقعد بقى ونتكلم مع حضرتك في تفاصيلها دلوقتي. إيه اللي استجد؟ لا هو يعني هو الاتحاد احنا يمكن اشتغلنا على في الاتحاد، يعني كان لينا يمكن حتى في اخر قعده كان لينا انجازات عملناها الحمد لله، والاتحاد اصلا لسه تحت التاسيس. طبعا الوزاره بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي دعم جدا الفتره الاخيره للاتحاد، واحنا دايما بنشكره وبنحييه على كده. كان لينا انجازات قويه جدا الفتره الاخيره، من ضمنها ان احنا استضفنا تصفيات كاس العالم لقارتي افريقيا واسيا في شهر سبتمبر اللي فات. مصر الحمد لله قدرت تتاهل لكاس العالم في انجاز تاريخي، ان احنا الاتحاد يمكن ما كملش 3 او 4 شهور وتاهلنا لكاس العالم، وكنا اول فريق افريقي يتاهل لكاس العالم. كان تحدي كبير اكيد. تحدي كبير جدا لان احنا بصراحه احنا كنا بننافس دول بقالها يمكن 7 او 8 سنين بتنافس في كاس العالم وشاركت في كاس العالم. قدرنا بعد اشهار الاتحاد ب 10 ايام فقط ان احنا نتعاقد مع احد افضل المدربين الارجنتينيين لاداره المنتخب، يعني قدرنا نشكل فريق في وقت قصير جدا، نافسنا في تصفيات كاس العالم، كسبنا فرق زي اليابان اللي هي شاركت قبل كده في 3 او 4 كاس عالم، فرق زي استراليا، وتاهلنا الحمد لله. وكان انجاز تاريخي يضاف برضو، غير ان هو يضاف للدوله المصريه يضاف برضو للاتحاد الدولي للبادل، لان دي لاول مره في التاريخ هيكون في فريق افريقي بيشارك في كاس العالم. الحمد لله السنه دي برضو مصر كانت رابع اكتر دوله في العالم بتنظم بطولات دوليه، وحطينا برضو في منطقه كويسه جدا مع الاتحاد طبعا الدولي طبعا. فالحمد لله يعني شغالين على الخطه بتاعتنا. جميل. طيب ممكن اعرف برضو سر التالق يعني ورائي، يعني هل هي لعبه زي ما حضرتك اتكلمت ان هي اي لعبه مضرب بتلاقي استحسان من مثلا عندنا او من لعيبه او من مجتمع عندنا اصلا في مصر، خصوصا احنا عندنا معلومه ان السكواش احنا متالقين فيه جدا، ولا الموضوع راجع لاسباب اخرى مثلا اشتغل عليها القائمين على هذه اللعبه وبعد كده دلوقتي سهل امور ايضا الاتحاد؟ يعني انا عايز اعرف السر ورا ده. رياضه جديده تالقنا فيها، بين نخش بطولات تالقنا في البطولات، يعني انا دي برضو لسه مش واصله لي، ايه السبب في ده؟ والله انا بحس ان السر دايما مش عامل واحد، يعني هو اي منظومه بتنجح فهي بيكون الماركت كله او الاندستري كلها الستيك هولدرز اللي فيه او الناس اللي شغالين فيه اشتغلوا صح، بحيث ان احنا الترس دار، بحيث ان الايه يعني زي ما بيقولوا كده المكنه في الاخر طلعت قماش يعني. فانا بحس ان هو الحمد لله الفتره الاخيره دي كل واحد قام بدوره كويس، يمكن زي ما قلت من اول دعم الدوله المصريه نفسها في حته ان احنا نستضيف تصفيات كاس العالم، اظن الاتحاد عمل دور كويس برضو ان احنا نجيب مدرب كويس ممتاز للفريق، اللاعبين بصراحه كانوا فعلا رجاله، اتمرنوا فتره قويه جدا، عملنا معسكر قوي جدا في اسبانيا، فاظن ان هي مجموعه عوامل، ولكن في الاول وفي الاخر بترجع ان كل واحد في المنظومة نفسها قام بدوره، والنجاح لا ينسب لأحد، النجاح ينسب لمنظومة. واللعبة مشوقة، ها اللعبة طبعًا حلوة، أنا لعبتها مرة عبط كده بس يعني أنا بلعب تنس أصلاً فما يعني، بس هي مختلفة شوية. لا هي اللعبة حلوة جداً، ويمكن أنا دايماً بقول الميزة اللعبة دي إن هي سهل ممارستها ولكن صعب إتقانها، يعني لو اي حد دخل الملعب اول مره سواء هو كان عنده خبره في التنس، خبره في الاسكواش، ما كانش عنده اي نوع من رياضه مضرب، هينبسط اول مره والليفل بتاعه هيبدا يتحسن بصوره سريعه.
فاللي بيحصل ان هي بتجمع الناس كلها. يمكن برضو بنشوف ان كل لعيبه الكره القدامى اللي كانوا مبطلين رجعوا يلعبوا. بنشوف على مستوى العالم كله. فهي لعبه فيري سوشيال وفي جميل. نفس الوقت ممكن تمارسها. هل يعني انتوا كاتحاد هل حاطين خطه ممنهجه معينه لتطوير اللعبه كمان ولزياده انتشارها؟ مثلا فكره ان يبقى في تعاون ما بين الاتحاد وبين المعاهد او الكليات او حتى المدارس المختلفه عشان نفرز بقى اجيال جديده من اولها كده يعني يبقوا طالعين على مستوى عالي. فبتفكروا في حاجه زي كده؟ احنا الخطه بتاعتنا احنا الهدف او نقول الفيجن بتاع الاتحاد ان احنا نشوف لاعبين مصريين على قمه التصنيف العالمي من 5 لـ7 سنين من النهارده. هو ده هدفنا. الخطه معتمده على 3 اعمده رئيسيه. العمود الاول هو برنامج تطوير الناشئين، قطاع الناشئين اللي احنا بنسميه ذا رود تو 1000 جونيورز، وده اول برنامج على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا لتاهيل قطاع الناشئين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. العمود الثاني اللي هو النشاط المحلي اللي احنا نقوم بيه. يمكن احنا كان اول امبارح كان عندنا اول مهرجان للاطفال، لمينا يمكن 70-80 ناشئ بيحبوا رياضه البادل، نزلوا قضوا وقت جميل في الملعب مع مدرب المنتخب ومع لعيبه المنتخب. والحاجه الثالثه اللي احنا حاليا بنعمل بنتفق مع جامعات في اسبانيا ان احنا نبدا نفرز مدربين ونعمل ماجستير للبادل في اسبانيا ونعمل سكولرشيبس. هو في لينك ما بين اسبانيا وبين الاتحاد؟ حضرتك برضه من شويه كنت بتجاوب على سؤال نهاوند وقلت ان كان في معسكر في اسبانيا ودلوقتي بيتم الاتفاق مع اسبانيا. اشمعنى اسبانيا؟ لان اسبانيا تعتبر الدوله الرائده في الرياضه دي. اسبانيا اقوى دوله في العالم وهم ابطال العالم، واتحادها من ضمن الاتحادات القويه جدا، وكل ابطال العالم معظمهم عايشين في اسبانيا ويتمرنوا في اسبانيا، فهي تعتبر المرجع بتاعنا. وحتى الجمعيه العموميه بتاعت الاتحاد البادل اللغه الاساسيه هو اللغه الاسبانيه. فهو اسبانيا يمكن هم المرجع بتوعنا في والمكسيك راحت فين؟ بلد يعني انشات اللعبه واختفت بعد كده. لا هو اكشلي هو تم اختراعها في المكسيك ولكن انتشرت بصوره قويه جدا في الارجنتين ومن ثم اسبانيا. ولكن هم حتى كل الدول ثلاث دول بيتكلموا اسباني، هم في الاول وفي الاخر لغتهم الاسباني. انا نفسي اعرف بيخترعوها ازاي بقى الاصل بقى واحد ماشي يعني عايز فاهم قصدي؟ انت كمان على اللعبه نفسها بيخترعوا اللعب ازاي يعني؟ مين يعني اللي اخترع؟ اوكي اخترع في المكسيك بس اخترعها ازاي بقى؟ هو كان راجل في اكابولكو في الستينات لما كانت اكابولكو هي مركز، هي زي موناكو دلوقتي، كانت مكان يعني او المصيف بتاع كل الاغنياء بالظبط كده. فهو كان في لعبه اسمها فرونتون، لعبه قديمه جدا برضو مبنيه على كوره ومضرب وكده، وكان عندهم مشكله ان هي الكوره كانت لما بتتلعب وبترجع في الظهر كان بتبعد جدا. فقال لك طب ما نحط حيطه ورا بمبدا ان احنا ما نقعدش نجري كتير بالظبط كده. فهو عنده بقى مع الوقت اصدقائه فيري كومبتيتيف، فالكوره بترجع من الحيطه بدا يلعبها. فمن هنا بدات والموقف الظريف ان هو زوجته كانت ليها دور مهم جدا ان هي اول واحده كتبت قواعد اللعب. لا مش كورتورة. معقول. والله فعلا هي واللي هي مطبقه لحد دلوقتي. لا طبعا تم تغيير فيها، بس اهدته في عيد ميلاده الكتاب بتاع التكنيكال بوك بتاع البادل بتاع كورتويرا اللي هو مخترع اللعب. اوكي والله قصه حلوه والله بجد هي قصه جميله فعلا طبعا. بالمناسبه انا عايز اروح، ان عارف ان انت اسكندراني زي حالاتي واحنا عارفين ان البادل هي رياضه بتمارس بالكره والمضرب. تمام. الاسكندرانيه من زمان قوي يا هوند عندنا ثقافه الراكت. مظبوط. ما كانتش موجوده في القاهره على فكره يعني. بتمارس على استحياء بالمقارنه باسكندريه والاسكندرانيه. هل ده اي دلاله معينه او اشاره ان ممكن مثلا يبقى في اللاعب السكندري اللي متعود على الراكت تحديدا مش بقى التنس والسكواش ممكن يبقى له شان في هذه الرياضه؟ بص لك انا حاجه، احنا لما عملنا برنامج قطاع الناشئين وبدا التسجيل فيه للناشئين شفنا اقبال غير طبيعي من اسكندريه، ودي حاجة خضتنا لأن احنا شفنا طبعا متوقعين أن العدد الأكبر هيبقى من القاهرة نظرا لوجود أندية أكبر وقاعدة أكبر وعدد طبعا سكان المحافظة أكثر طبعا، بس في إقبال غير طبيعي من اسكندرية. اسكندرية اللعبة واخدة يعني شهرة عالية جدا، وبنشوف فعلا أن كتير جدا من اللعبة اللي احنا بنقابلهم بيبقوا لعيبة راكت أصلا. فاللي بينزل هو الراكت ملوش اتحاد وملوش بطولات ليه بيمارس كده؟ انا اظن عشان هو الاتحاد يعني الراكت قواعده نفسها والسكورينج سيستم بتاعته صعبه. لو الراكت اتحسس له او تاسس بموجبه اتحاد اوعدك بسيطره سكندريه بلا منافس. بالتالي ده ضمن الالعاب الترفيهيه حسب ما انا اعتقد. انا ما اعرفش هل هو بيمارس بصوره تنافسيه ولا لا، بس احنا فعلا الطبيعي ان اسكندريه ما فيش شاطئ عليها لا يخلو من طبعًا. صوت ضربه الراكت تبقى ماشي كده على البحر وانت سامع ان هو ايه طبعًا. فهي طبعا لعبه سكندريه يعني شهيره اكيد.
طيب خلينا بقى نروح ونتكلم شويه عن يعني فكره هنا نشر اللعبه بشكل اكبر، ايه الاستراتيجي اللي المفروض هتمشوا عليها برضو استاذ غتواري عشان الدنيا توسع او الدنيا تكبر والاقبال يبقى اكتر وبالتالي يبقى يعني الابطال اكتر وبالتالي تبقى المشاركات الدوليه اكتر وبالتالي الميداليات تبقى افضل؟ تمام، هو احنا يعني غير الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هم ثلاث اعمده الرئيسيه، احنا النهارده بدانا بتوجيهات برضو من معالي الوزير ان احنا نقرب جدا من الانديه وان احنا نبدا اكاديميات داخل الانديه، لان في هناك قاعده شبابيه كبيره جدا لان هم دول مستقبلنا وده هدفنا ان احنا نوصل للشباب ونوصل للناشئين. بدانا طبعا نتكلم مع انديه كتيره النهارده وفعلا وصلنا لاربع او خمس انديه بس الانديه انت هتوصل للاليت برضو مش هتوصل لاي حد، هل في فكر على مراكز الشباب ولا الملاعب مكلفه ان انا اروح اعمل في مراكز شباب؟ بصي هو الخطه موجوده بس احنا دايما بنحاول ان هو يعني بنحاول نقسم الخطه الى حاجات واقعيه نجيب بيها نتائج ومن ثم نخش على الخطوه الثانيه. يعني احنا الميزه الحمد لله ان احنا عملنا حاجات كتيره، فالناس بتعاملنا ساعات ان احنا اتحاد كبير اوريدي واتحاد قديم، ولكن الواقع ان احنا مشهورين بقالنا اربع او خمس شهور فقط. أيوة يعني صح. فدي خطه موجوده طبعا، احنا مراكز الشباب برضو من ضمن في كذا مركز شباب تواصل معانا وعايزين يحطوا ملاعب النهارده فبرضو شغالين معاهم. فاكيد احنا هدفنا ان احنا وبدانا النهارده كمان نركز في المحافظات، هيبدا يكون في محافظات في الدلتا بدات تعمل ملاعب وهنساعدهم عن طريق ان احنا نوفر لهم المدربين المعتمدين وان احنا نحاول لان احنا فعلا زي ما حضرتك قلت احنا عايزين نوصل الرياضه لكل مصر، ما تكونش حكره على طبقه معينه او حكره على محافظه معينه. طبعا يعني فكره ان ساعات كتير لما بنيجي نتكلم عن ابطال في رياضات مختلفه في اغلب الاحيان مش دايما بس في اغلب الاحيان وخصوصا الرياضات الاقل حظا مش زي كره القدم، يعني الرياضات الثانيه اللي بيتقال عليها منسيه الى حد كبير، ومنسيه هنا مقصود بيها منسيه مصادر التمويل اللي ينتج عنها دعم يستحقه اللعيبه الابطال في الرياضات المختلفه. انا عارف طبعا ان الاتحاد المصري للبادل هو اتحاد ناشئ اتحاد وليد، فلسه ما تهيأليش ان انتوا بصدد اللي انا هتكلم فيه، بس خلينا برضو ناخد فكره، هل انتوا عندكم اي مشاكل في الموارد او في جلب رعاه ورعايه للعيبه بتوعنا وده يسهل ماموريه عمل معسكرات خارجيه، جلب مدراء فنيين او مدربين اجانب واجهزه فنيه اجنبيه الى اخره، وعندكم مشكله في الحته دي ولا مش حاصل؟ والله بص احنا لما اول ما بدانا التاسيس بدانا with the end in mind اللي هو يعني اول حاجه بالنسبه لك انت عشان خاطر تقدر تنجح، فالنهارده اصبحت الرياضه هو علم واصبح استثمار واصبح انت محتاج صناعه البطل النهارده اصبحت مكلفه. فاحنا اول حاجه فكرنا فيها ان احنا كان بقالنا فتره من واحنا تحت التاسيس ان احنا بننشئ مشاريع رياضيه قويه، مشروع رياضي قوي ان احنا نتوجه بيه للسبونسرز. كاستثمار رياضي تقصد؟ لا يعني ان احنا نقدر بالظبط يصب في الرياضه؟ لا مش استثمار رياضي، ولكن ازاي نقدر نوفر موارد للاتحاد بدون الرجوع الى الدوله المصريه بكميات يعني بمبالغ. لا وصلنا الحمد لله النهارده وصلنا لرعاه كتير، طبعا مش عايز اذكر الاسامي بس يعني وصلنا الرعاه النهارده الحمد لله، وكل اللي احنا في استجابه منهم طبعا، وكل اللي احنا حققناه الفتره الاخيره دي كانت بدون دعم مادي من وزاره الشباب والرياضه، وده كان بناء مش تاخيرا منهم لان دايما معالي الوزير دايما من ضمن الناس اللي بتدعمنا جدا، ولكن احنا كمجموعه شباب عايزين نقول ان احنا لو هنعمل اتحاد فاحنا قادرين نصرف عليه وقادرين نعظم من موارده لان دوت جزء من مهام الاتحاد انه يقدر يصرف على رياضته. فالحمد لله احنا قدرنا نحقق دوت كله بالشغل مع الرعاه ومع سبونسرشيبس ومشاريع رياضيه قويه بدون تكلفه الدوله اي مصاريف اضافيه على الرياضه. بس هي برضو البادل في الاول في الاخر لعبه يعني شياكه يعني مش اللي هو يعني هتلاقي اللي بيمارسها الى حد ما بي بلس يعني تمام. مش ان هم ناس محتاجه دعم ما عندهمش امكانيات ماديه حسب علمي يعني حضرتك تاكد لنا يعني هو حضرتك احنا بنتكلم على اللي بيمارسها صح، ولكن الاتحاد ان احنا النهارده يعني نقدر نجيب مدرب اجنبي بعد 10 ايام ده مبلغ ان احنا نقدر نستضيف تصفيات كاس العالم في مصر بواحد دي امور بقى اخرى مش خاصه باللعيبه. فاحنا مشكلتنا الدعم هنا مش ان احنا ندعم اللاعبين على قد ما ندعم الكيان اللي بعد كده مسؤوليته ان هو يدعم اللاعبين. ايوه فده اللي احنا كنا يعني مسيو احمد والله حضرتك نورتنا، للاسف الوقت خلص بس احنا سعداء ان حضرتك كنت معانا قبل اشهار الاتحاد وبعد اشهار الاتحاد وباذن الله الفتره اللي جايه كمان تكون معانا بعد حصد لميداليات مختلفه بقى، ده اللي احنا بنتمناه كده كل خطوه يبقى فيها تقدم باذن الله. ان شاء الله انا بشكرك جدا على اللقاء الجميل. احنا بنشكرك على وجودك معانا نورتنا وشرفتنا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بنشكرك على وجودك وخلونا نطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع بعديها عشان نستقبل تاني ضيوفنا في تاني فقرات الحواريه، خليكم معانا.
اهلا بيكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه الفقره دي احنا نيتنا يعني والنيه خير ان احنا نفتح مع حضراتكم ومع ضيفنا العزيز اللي منورنا كتير من الملفات اللي تهمنا كلنا، سواء المتعلقه بالنادي الاهلي، المتعلقه بالمنتخب المصري، المتعلقه باللقاء المرتقب ان شاء الله السوبر المصري بين الاهلي والزمالك اللي ان شاء الله هتدور فعاليات واحداث يوم الجمعه القادم في استاد هزاع بن زايد، اللي عندنا كلام يعني عايزين برضو نقول لحضراتكم عليه متعلق بالاستاد ومتعلق باسم من اهم أسماء المحببة لقلوب كل الأهلاوية في كل مكان. بس طبعا خلونا في البداية نرحب بيه الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في البرنامج. صباح الخيرات على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير، بلاش بونجور، بتزعل من بونجور، مش عارفة أول ما دخل المسيو معانا بقول له بونجور، قال لي برضه بونجور. طب مالها بونجور والله؟ طب ومالها صباح الخير؟ ومالها بونجور؟ صباح الخير بونجور. أول الاتنين بيأدوا نفس الغرض. صباح الخير بونجور. ما رحناش بعيد، ما رحناش مشكلة. صباح الفل. بدأنا مبكرا ها. نورنا والله يا فندم. انت كمان. وهنتكلم في تفاصيل كتيرة، بس تعالى نبدأ بالملف اللي أنا وكريم برضو ناقشناه في بداية الحلقة، هو الحديث عن طبعا استضافة الإمارات للمباراة وهذه المباراة المرتقبة، وتقسيم هنا الاستاد ما بين جماهير الأهلي والزمالك زي ما كنا بنقول لحضراتكم، وفكرة الاستاد ووشه الحلو على النادي الأهلي وآخر مباراة 2016 والأجوال اللي جت طبعا 3-2، ومن اللي أحرز هذه الأجوال كابتن مؤمن زكريا اللي كلنا بنعشقه وبنحبه، الرجل اللاعب المحترم حقيقي، اللي بالمناسبه برضو كان كتب تويته كده، خليني اقول لحضراتكم اللي ما يعرفش ان هو كان بيعبر ان هو عايز اهي قدام حضراتكم على الشاشه، اللي عايز يروح يحضر ماتش السوبر، وكان يعني ابدا ده من خلال يعني تويته زي ما حضراتكم شايفين، عايز اروح، هاتوها لنا هنا يا جماعه، عايز اروح ماتش السوبر، ايه المطلوب؟ ردت عليه بقى شركه برزنتيشن بتويته، وده كان محترم جدا، ولا اي حاجه غير انك تنورنا يوم الجمعه والساعه كذا بتوقيت مصر بتوقيت السعوديه على استاد هزاع بن زايد، يعني امر محترم ورد محترم. صحيح. وسريع في نفس الوقت، فخدنا ذكريات حلوه برضو استاد هزاع، وهو نفسه ليه ذكرى حلوه جدا على فكره في استاد هزاع بن زايد الحقيقه، يعني مؤمن زكريا ملعب تحفه اولا طبعا. احنا عرضناه دلوقتي طبعا. احنا بنشوف الملعب بحس ان انا يعني في ملاعب اوروبيه، صحيح، بحس ان انا ماتشات دوري ابطال اوروبا او كاس العالم طبعا. بصراحه شديده يعني الجمهور ده هو هدف مؤمن زكريا على فكره. المعلومات اللي عندي بتقول ان هو من افضل الاستادات في العالم، يعني هو طبعا بيستضيف فعاليات من افضل الفعاليات الموجوده في العالم، وطبعا الهدف ده اكيد طبعا ذكرياته غاليه جدا عند طبعا كل اهلاوي. ومؤمن زكريا في المباراه دي اثبت ان هو فعلا من اللاعبين اللي يقدروا يصنعوا الفارق. كان الهدف ده على ما اعتقد في الدقيقه 69 وهو راح للجمهور وعمل حركه شهيره بتاعته، ومن ساعتها الحركه الشهيره بتاعته دي اصبحت يعني علامه مسجله لكل اللاعبين. وطبعا لما ربنا يعني ابتلاه على فكره المرض ده ابتلاء، ربنا يشفيه وربنا يشفيه ان شاء الله. يعني الناس كلها سندته في الحركه بتاعته، وده شيء طبعا جميل. اسيست كمان منهم. رائع بصراحه. طبعا طبعا اسيست رائع جدا. احنا انا مش شايف قوي، مش فاكر الاسيست كان مين، لكن توقعاتك ايه بقى للماتش الجاي ان شاء الله؟ والله بص، ماتشات الاهلي والزمالك طبعا ممنوعه من توقعات لسه، يعني انا بشوف ماتشات الاهلي والزمالك من السبعينات من ايام حسن شحاته والخطيب والجيل ده، من وانا صغير طبعا كنت بشوف. لا صعب جدا للاهلي داخل المباراه وهو في قمه معنوياته وقمه الفنيات تلاقيه الاهلي جوه الماتش مش تمام، والعكس كده الزمالك. لكن انت في عندك معطيات بتؤكد ان مثلا الاهلي هيقدم ماتش كويس، الزمالك بيقدم ماتش كويس، الفرقتين على كفتين متساويتين من الامور الفنيه، لكن الاهلي محتاج الفوز اكتر من الزمالك. بس في شويه حاجات برضو ممكن تبقى مصدر، مش هنقول قلق، هنقول على الاقل ترقب. يعني انت مثلا عندك كالعاده في ماتشات الاهلي والزمالك بيكون في لقاءات جانبيه موازيه ما بين المدراء الفنيين، فانت عندك المدير الفني للنادي الزمالك مستقر مع فريقه بقاله فتره طويله، عارف بالتالي كل تفاصيلهم، لكن الكيس مش كده بالظبط في حاله المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، فهل دي تفصيله تقلق ولا مش شرط؟ لا هي تقلق، شكليا تقلق او نظريا تقلق، لكن عمليا من الممكن المدير الفني بسرعة يعني المباراة دي تكون بداية لي، يعني تكون بداية تعارف كبير جدا بالنسبة له بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، لأنه هو مدير فني، هو مدير فني كويس، وأثبت أنه هو عنده من الملكات والإمكانات الفنية اللي تخليه ممكن يكون رقم جيد في المديرين الفنيين للنادي الأهلي، لكن لسه في البدايات، لسه الأمور مش تمام. لكن المقارنه دايما ما بينه وبين فايلر هي اللي عامله الازمه. فايلر يعني استطراده بسيطه كده، فايلر
ظهر سريعا مع النادي الاهلي من اول مباراه وثاني مباراه وثالث مباراه، لا لسه برضو مع انها نفس المدرسه فعلا. كولر لسه يعني كولر لسه ما حسش على الـ على الـ على الـ الثقه الكامله من الجمهور، الثقه الكامله من الجمهور ده سياتي من مباراه زي دي طبعا، مطالب انه يكسب. لو كسب الزمالك هيبقى موسم بالنسبه له، بداوا بطوله وفي نفس التوقيت الاهلي كان خارج من موسم صعب شويه، بدايه افريقيه دلوقتي جيده، عايزين نبقى بدايه محليه جيده بالظبط. فده اللي هيتيح لكولر او يعني يحاول ان هو ياخد بطوله، لانه بطوله من مباراه واحده، وده تختلف عن ماتشات الدوري، الدوري مختلف تماما، وده هيخليه يجاهد ويخلي لعيبته يجاهدوا، لان هم الناس كلها كانت بتقول ان الاهلي مش في مستواه، الاهلي وبالفعل الاهلي ما كانش في مستواه، خلينا نكون طبيعيين، الاهلي لم يكن في مستواه وخسر الدوري وخسر بطولات كانت مهمه بالنسبه له، لكن لما يدخل الموسم ببطوله ده مهم جدا للاعبين، مهم جدا للمدير الفني. خلينا اقول على نقطه مهمه جدا، اتفضل. اهم نقطه في لاعب الكره الثقه. لما الاهلي او اي فريق يبتدي الموسم بتاعه بثقه وبطوله، ده بيأثر فيه تأثير كبير جدا طول الموسم. بس ده مش على إطلاقه، يعني ممكن هو ليفربول خد بطولة البطولة اسمها البطولة الدرع الخيرية وليفربول في المركز السابع. ده بترجع للإدارة نفسها، الإدارة الفنية بالنسبة لكولر، اللاعبين نفسهم عايزين إيه. بس هي طبيعي بتدي دفعة معنوية، أكيد بتدي دفعة معنوية، بس أهم حاجة القائد بتاع الفريق كإدارة كمدير فني كلاعبين نفسهم يبقى عندهم الحافزيه او الحافز والدافع عشان يكملوا الموسم بنفس المستوى. الناس كلها بتقول ان الاهلي ما عملش صفقات كبيره او عمل يعني مش كتيره اسف يعني، وعمل ثلاث صفقات وعمل اللي محتاجه لكن في النهايه الاهلي من الممكن ان تكون هذه المباراه نواه لموسم جيد بالنسبه للنادي الاهلي، وفي نفس التوقيت الزمالك برضو عنده نفس الدوافع اللي طبعا يتاكد ان هو من خلالها ان هو الموسم او نهايه الموسم الماضي بدايتها مثلا بطوله مثلا مع الاهلي او هكذا، لكن في النهايه مباراه الاهلي والزمالك خلينا نقول لا تخضع لاي مقاييس فنيه، لكن تخضع لحاله اللاعبين داخل الملعب وتوفيق المديرين الفنيين. في مدير فني عنده فكر بيستطيع ان هو يقدر يقود لعبته الى 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 الى, إلى الفوز بطريقه او باخرى. الاهلي عنده مدرسه، خلي بالك كولر عنده مدرسه الاستحواذ، فيريرا عنده مدرسه اسيب لك الكوره، فمدرستين مختلفتين تماما. مين يستطيع الفوز؟ ده اللي هتجيب عنده المباراه الساعه 7، وطبعا اكيد جمهور الاهلي بيتمنى فوز النادي الاهلي، وده شيء طبعا اكيد يعني احنا مع استاد هزاع اهو جميل بجد زي ما حضراتكم شايفين، اللي ما سافرش او ما شافوش قبل كده. لا انا شفته يعني حاجه لا يعني حاجه فعلا زي ما انت قلت من احلى الاستادات في العالم. لا ده مصنف يا فندم، مش مجرد استاد وخلاص يعني، انا ما بتكلمش عليه من عندي وبجامله، لا ده تصنيف فعلا عالمي، استاد مصنف وتصنيف في محله يعني، هو طبعا حصل عليه عن جداره واستحقاق طبعا. هم الملاعب هناك بصراحه حاجه مختلفه، لو هي تبقى افتتاحيه حلوه جايبين احمد سعد ويعني في شغل. بصي انا بصراحه لما بشوف الاستاد زي كده بشوف الاجواء زي بغير، هو عندنا كل حاجه، عندنا كل الامكانيات والملكات اللي تخلينا نبقى حتى خدوا احمد سعد من عندنا كمان ما هو كل حاجه خلي بالك كله مصري. واخر على ما اعتقد كان الاهلي بيلعب مع المصري في 2017، كانت شيرين على ما اعتقد في الملعب على ما اعتقد، فعادي جدا هم بيحبوا الفعاليات دي. طبعا انت جايب اهلي وزمالك هتجيبي مين؟ اكيد فنان مصري وجمهور مصري، فهتجيبي فنان مصري هو اللي بيزين اليوم ده، واكيد يوم ان شاء الله يكون يوم جميل ويكون يوم سعيد ويخرج بشكل مختلف غير ودايما المباراه الاخيره. بصراحه انا بصراحه يعني كان في احداث اتمنى ما تتكررش تاني ان شاء الله. هو كنت لسه هقول لحضرتك، هو الحقيقه دايما استاد هزاع بن زايد وشه حلو علينا يعني، قبل كده كسبنا فيه كذا مره ولعبنا مع روما في وقت من الاوقات. هو استاد هزاع خلاص بقى، انما الاستاد الثاني هو المشكله الحمد لله جمهور النادي الاهلي. لا جماهير الاهلي تفائلت خير بهزاع بن زايد، لان البطوله اللي اتخذت. بص انا اقول لك على حاجه، انا ما بحبش ابالغ قوي، انا فرحانه بس مش هبالغ قوي في الفرح، خليها لغايه هنا. هي دي بتبقى عوامل العوامل حلوة. التفاؤل والتشاؤم ده عوامل، بس ما نبالغش، خلينا ايه نقول وشه حلو ونسكت. بص اقول لك على حاجه، انا متفائل. يعني ايه متفائل؟ يعني اتخذ هذا التفاؤل دافع ليا، بمعنى ان لعيبه النادي الاهلي لما يشوف استاد هزاع اللي حصلوا منه على بطوله، وبطوله كانت قويه جدا، فبالنسبه له هو يعني بيستبشر خير في نفس التوقيت، ده بيديله دافعيه نفسيه. والدوافع النفسيه دايما بتدفع الدوافع الفنيه. خلي بالكوا مش كل حاجه ملكات، والشخصيه نفسها مش محتاجه، الامور النفسيه
بتكون يعني من الممكن تؤثر الامور الملكات والامور الفنيه افضل من اي شيء اخر، افضل من التدريب. مش ممكن يعني هو التدريب مهم يعني، لكن الامور يعني الدكتور لما الواحد بيروح لدكتور اهم عامل في شفاء المريض العامل النفسي طبعا، ده اساسي بالظبط. طبعا ده لعبه الكوره برضه نفس الحكايه طبعا. وده مهم جدا بالنسبه لاي مدرب. احنا نتمنى يبقى في بقى كمان يعني معاهم طبيب نفسي او اخصائي نفسي. ده ما فيش في الدوري المصري غير واحد بس موجود في النادي الداخليه، ودي غريبه. لا هو ما فيش، وكان في ايام الاهلي كان في ايام مانوال يعني، بس اتكلمنا في الكلام ده الحلقه اللي فاتت. لكن وبص بنكرره تاني وهنكرره تالت، لان هو لم يتم المعلومه اللي عندي. النادي الوحيد اللي عمل ده هو نادي الداخليه، هو الوحيد اللي عنده طبيب نفسي حتى الان في الدوري المصري. اخصائي نفسي حتى عشان الكلمه يقول لك طبيب نفسي لا بلاش ومش عارف ايه. ما علينا، ما هو اخصائي اقل من طبيب على ما اعتقد. ولا واحد لا نفس واحد. احنا عشان الكلام يحلو قلنا نفكر حضرتك ونفكر نفسنا ونفكر جميله طبعا جميله بلقاء السوبر ال 22 ده اللي كان في برج العرب. ده طبعا اجاييه ربنا يشفيه، ونفس حركه مؤمن زكريا طبعا هيت طبعا. ده برضه يعني من الماتشات كان المدير الفني ميشو اللي مشي بعد بعد ماتشين ثلاثه، وبعد خساره يعني على ما اعتقد بعد ماتشين ثلاثه. ماتش كان ماتش ممتاز جدا طبعا. ده كان اهم اسباب ان جمهور الاهلي يلتصق بفايلر هو المباراه دي. كان لعب في افريقيا على ما اعتقد، وجاي على المباراه ديت على ما اتذكر. والاهلي في الايام دي كان مين يقدر على الاهلي فعلا؟ وخلي بال حضرتك كان نفس اللعيبه يعني، كان هي نفس اللعيبه، لكن لا مش حكايه فايقين بس. المدير الفني جاي، المدير الفني اللي جاي مركز ان هو يدير فنيا وفقط، ويدي انطباع للعيبه انه انا جاي لك اخليك من مستوى لمستوى تاني. ده بيفرق جدا مع اللعيبه. هو مش ده المفروض ان اي مدير فني جديد رايح لاي فريق يبقى داخل، بس مش شرط يتحقق، مش شرط يتحقق على الارض. بص هو يعني كان عنده شوف الحظ بتاعه او التوفيق سنده ان هو اللعيبة تفوق على معاه. فسبحان الله يعني فايلر انا يعني فعلا هو من المدربين اللي قعدوا قليل في النادي الاهلي، لكن اصبح ده طبعا لعبه الشحات الشهير على ما اعتقد طبعا. بصراحه الواحد مش طب ايه بقى خلاص يا جماعه عشان استاذ عبد المنعم لا 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 خالص انا بتفرج معاكم والله مش هعلق، انا بتفرج معاكم. لا انا عايزه واحنا بنتفرج برضه الشوط الثاني. خلينا نقول ان الاهلي في اليوم في اليوم ده تراجع شويه والزمالك مسك. هروح لاستاد هزاع مره كمان، وعايزه اتكلم عن فيتوريا. ده ملف مهم جدا. فيتوريا حريص قوي ان هو يروح ويحضر السوبر، وهو قال انا هروح واحضر وهتابع وطبعا هو مش بيحضر بعين المتابع العادي، هو بيحضر بعين مدير فني ومنتخب مصر. فكلمني عن النقطه دي اكتر برضو، وبتقيم سو فار الاحداث او زي ما تقول خطوات اللي فيتوريا بيعملها لحد هذه اللحظه ازاي؟ جيده للغايه، وشايف انها كويس ومتابعه من ارض الملعب، ده شيء كويس. وهو كمان ما كانش عاجبه مواعيد الدوري اللي هو 3 و5 و7، عايز فاصل ما بين المباريات عشان يقدر يروح يتابع كل المباريات. فطبعا قال كلم المسؤولين، فاكيد طبعا مش هيوافقوا له لانه ده ملتزمين بقرار معين، الماتشات اخرنا الساعه 7، فاكيد هيبقى صعب. لكن ده ياكد لنا ان هو حابب يبقى في الملعب، حابب يبقى يشوف اللعيبه براي العين. رؤي العين مختلفه تماما عن السمع، مختلفه أكيد. تماما عن ان انا اسمع او اشوف تقرير من مدرب مساعد او ترشيحات حد يقول لك. لا هو بيشوف الحاله وبيتابعها، والاستمراريه دي بتخليه يعرف اللاعب ماشي كم الخطوات بتاعته وتطور مستوى اللاعب، ومش هو لوحده اكيد معاه محللين اداء. بس هو بيقيم بعينه مش بيسمع بس، ودي حاجه مهمه جدا. طبعا انا بحترمها بصراحه. الجزئيه دي، الجزئيه دي مهمه جدا ان هو يتابع بعينه، وفي نفس التوقيت اللي شغالين معاه واللي معاه يقولوا له التفاصيل بتاعه الامور البدنيه والامور الذهنيه والامور، لانه الحته مش حته فنيه بس، لا ده يبقى التقييم شامل اللاعب، وده اللي يخليه يبقى على مقربه من اللاعبين في نفس التوقيت، يقدر يقيمهم في نفس التوقيت. لما يجي يختار بيختار على اخر مستوى للاعب، يعني ما بيختارش على بالسمعه، بيختارش باختيار سابق وهكذا. من ضمن الحاجات اللي اتقالت في مواضع مختلفه في اوقات مختلفه، فكره اللعيبه المصريين المحترفين، اللعيبه الدوليين اللي بييجوا ينضموا قبل الماتشات بفترات زمنيه مش كبيره قوي مع بقيه زملائهم من اللعيبه المحليين. ناس كتير بتشوف ان اللاعب المصري المحترف في الخارج بيبقى في الخارج بشكل، لكن لما بيجي يشارك مع منتخب مصر بشكل تاني. بشكل تاني.
في ناس طبعا في المقابل قالت لك ما ده طبيعي جدا ومنطقي، لان بص السكواد اللي معاه في الفريق اللي هو بيلعب فيه بره عامل ازاي والتناغم وبيعايشين مع بعض كل يوم الى اخره، وده مش متحقق في حاله المنتخب. حضرتك بتشوف فعلا ان في اختلاف في مستوى او في اداء اللعيبه المصريين المحترفين في حال انضمامهم للمنتخب؟ وانا لوحدي ده كل الناس شايفه كده. وخلي بال حضرتك انا السؤال ده استفزني سنه 2005 2006، فرحت معسكر المنتخب كان بيستعد لكاس الامم اللي اقيمت في مصر. ورحت قابلت اللعيبه المحترفين اللي كانوا ساعتها احمد حسام بيد واحمد حسن وكل اللعيبه، ورحت لهم قلت لهم على فكره انتوا عندنا بشكل وبره بشكل تاني. هم قالوا لي إيه كل حاجه مختلفه تماما، الملاعب مختلفه، الطريقه مختلفه، بالزبط. الاجواء بالزبط. مختلفه، النجيله مختلفه، الملعب مختلف، الجمهور مختلف، كل حاجه مختلفه. حتى بيقول لي وانا بلعب في الدوري المصري او مع اسف مع 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 الدوريات اللي هم بيلعبوا مع 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 اللعيبه المصريين كل اللاعب المصري تمريراته كلها عرضيه، تمريراته للخلف، ما فيش تمرير يعني عايز اقول ان كرة قدم كل حاجه مختلفة تماما. طب دي مشكله يعني، هو بيكون في ليفل عالي فبيحاول يجي طبعا تحت يبقى في ليفل اقل. نفس المنطق اللي حضرتك تفضلت بيه ده، طب ايه جدوى الاستعانه باللعيب المصري المحترف في الخارج طالما هو بيلعب بره باداء مميز نتيجه ان كل اللي حواليه مميز واحنا هو طب هيعمل ايه؟ يا اما احنا نرتقي لنفس المستوى اللي هو بيلعب هو ده، هي دي بقى. ما هو ده بيتم دلوقتي الى نفس المستوى بتطوير كره القدم دلوقتي، ده بيتم حاول توصل من خلال الملاعب، من خلال الجمهور، من خلال المدربين المفروض يطوروا في الاداء من الناشئين، الناشئ يطلع بشكل مختلف، يبص للاعب المحترف عامل ازاي لما بيجي مصر. محمد صلاح مع المنتخب، هو محمد صلاح مع ليفربول احمد حجازي، احمد حجازي طبعا مستواه ثابت لانه في دوري قريب مش بعيد يعني، لكن في النهايه اللاعب المحترف لما بيجي مصر قلت لك الامر بالنسبه لي بيكون مختلف تماما، وما اقدرش اقول لا في نفس التوقيت، مش هيقدر هو يرفع مستوى زملائه، لكن لا اللاعب هو يتمنى يجي يلاقي الدنيا مختلفه تماما. طب ليه بيشوف نيجيريا في ليفل مختلف؟ ليه بيشوف المغرب؟ ليه بيشوف الجزائر؟ ان كلهم محترفين. العوامل او اللاعب اللي هو المحلي بيكون نادر واحد واثنين، وده ما بيأثرش في الفريق كله، وده اللي عامل الفروقات الفرديه ما بين منتخب مصر والمنتخبات التانية اللي فيها محترفين كتير. كويس، ما هو ده ياخدنا برضو النقطة استاذ عبد المنعم لفكره هنا الحديث عن تطوير كره القدم المصريه، وده اللي احنا قلناه قبل كده، وقلنا يمكن دلوقتي في خطوات بتتم، في خطوات بتتم لكن لسه ما فيش نتيجه، يعني في قرار اتاخد بعد القرار في خطوات وبالتالي في لسه نتيجه احنا بنشوفها. وقصه التحكيم، كره القدم المصريه بما تحمله من كل الجوانب بما فيهم التحكيم، فانا يحزنني ان انا اسمع كمشجع مصري هذا الكلام، ان انا اقول مثلا في دول عربيه مثلا اخرى المستوى ما بيبقاش زي فارق زي عندي هنا، مستوى اللاعب المحلي واللاعب الدولي. فدي قضيه اعتقد بقى لها سنين طويله. مش هقاطعك علشان ما طب اتفضل. في جزئيه مهمه جدا، بص في الدوريات العربيه، خلينا نقارن بالدوريات العربيه اللي هي شبيهه لينا واحنا بنتساوى، ممكن نتساوى معاها ونكون ممكن احسن منها من ناحيه المنتج نفسه والمحتوى نفسه يعني، لكن هم عندهم حاجات مهمه جدا. فيش غلطه في التحكيم، ما فيش غلطة في بداية ونهاية الموسم، ما فيش غلطة، ما فيش مجاملات، عندهم سيستم ونظام ماشي على الكل، لعب احترافي وفقط، ما فيش فارق، ما خدش من هنا عشان خاطر جماهير هذا النادي وما بتكلمش عن ده عشان جماهير هذا النادي اقل من جمهورية، كل الناس عندهم متساوية، عشان كده تلاقي الدوريات هناك مستقرة وكل واحد بياخد حقه، فبالتالي المستوى بيزيد ويرتفع، بيركزوا في كره القدم بس فقط، فده هو اللي فارق معاهم. احنا بنركز بقى في امور اخرى للاسف فيها تشتيت، كلاتنبرج موجود ولا مش موجود، كلاتنبرج قاعد ولا مش قاعد، مش عارف مين مشكلة مستمر كبيرة. طب الراجل ما هو عامل شغل هيمشي ليه؟ زي ما بندردش مع حضرتك بنشوف برضو مجموعه لقطات من مدينه العين الاماراتيه، وبرضو حاجه جميله جدا، تحفه تحفه والله تحفه تحفه. انا قعدت فيها يعني بخلاف الماتشات لما كنت رايح على حاجه بعيد عن الشغل، يعني بصراحه حاجه جميله وحاجه ممتازه جدا. الناس دي ما بتهزرش، الناس دي بتصنع حضاره ليها وبتعمل لنفسها يعني، وعشان كده هم وصلوا للقمم في كل الامور، وبالتالي يعني حتى لو الدوريات بتاعتها مش زخم الاعلام اللي هو، لكن في النهايه تحب تتفرج في محترفين على مستوى،
في مدربين على مستوى عندهم كل حاجه كويسه. انت بتحب تروح الامارات تتفرج؟ صدق بقى ان انا ما روحتش الامارات ولا مره. بتهيألي انا المصريه اللي يمكن مش الوحيده يعني، بس من المصريين اللي ايه ما روحتش. لا انت الوحيده اللي في العالم. اه والله لا بس بسمع انها جميله جميله، وزي ما انت بتقول كده لما بيعملوا حاجه بيعملوها لاحسن شيء. صح، مفيش صبوبة، وبيجيبوا لها الخبراء اللي يعملوها كما ينبغي. ايه حقيقة، وبيجيبوا طبعًا في اي ملف هم بصدد. بس خلينا نتكلم بقى، هي الامكانيات بطبيعه الحال، بس هي دي انت خدتها من على الثاني. الامكانيات بتفرق، اللي معاه بيعمل اي حاجه ما بيفكرش فيه ايه الا يكون المنتج على اعلى مستوى. بالظبط. احنا بقى مش هنقطعك خالص، هي الفقره خلصت. نورتنا يا استاذ بقى، نقطع بعض فقره ثانيه. نورتنا يا استاذ عبد المنعم، شكرا ليك. طيب احنا هنروح فاصل عشان السوشيال، ونرجع بقى عشان نقرا تعليقات حضراتكم وتوقعات حضراتكم فيما يتعلق بلقاء الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادم ان شاء الله. خليكم معنا. يا اهلا بيكم مره ثانيه. قبل بقى ما نقول لحضراتكم التعليقات او نقرا لكم التعليقات وتوقعات حضراتكم، خلونا نطمن الاول على بعثه يعني الفريق ان شاء الله يعني ينورونا باداء ممتع باذن الله الفتره الجايه. تعالوا نتعرف على اخر المستجدات هناك وتفاصيل سفر بعثه النادي الاهلي مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي. فاروق صباح الفل عليك، وتفضل عايزينك تطمنا بقى على كل التفاصيل. اتفضل. يعني في البدايه خليني اطبع عليك يا كريم، صباح الفل عليك، وصباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يعني بدا توافد لاعبي النادي الاهلي هنا الى مطار القاهره الدولي منذ يعني اقل من نصف ساعه. طبعا هتبقى موعد اقلاع الطائره ان شاء الله يكون في تمام الساعه 1:25 دقيقه. اللي احنا لامسينه من وجود اللاعبين كريم، في دوافع جديده عند اللعيبه، الروح المعنويه مرتفعه عند اللاعبين، الفوزين اللي الفريق حققهم في الدوري يعني في مزيد من الثقه سواء للجهاز الفني سواء للاعبين، ايضا وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا دكتور محمد شوقي كرئيس للبعثه، الى جانب طبعا معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والعدد من يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مدين رساله مهمه جدا للاعبين، الدعم الموجود ايضا من الكابتن محمود الخطيب. كل الامور ان شاء الله بتبشر ان احنا يعني من احنا لامسينه من تواجدنا مع الفريق خلال هذه الرحله باذن الله هيبقى ان شاء الله يعني تكون رحله موفقه باذن الله، ويعود فريق النادي الاهلي ان شاء الله مكلل بالانتصار ان شاء الله وتحقيق بطوله السوبر عشان تكون للمره 12 في تاريخ النادي الاهلي. خليني اقول لك ان بالامس كان سبق البعثه في الحضور الى التوجه الى الامارات طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي يعني لترتيب كافه الامور لوصول البعثه وملعب التدريب. يعني برضه كريم عشان نقرب الصوره برضه للجماهير، النادي الاهلي من المقرر ان هو هيخوض تدريبين في الامارات، يبقى التدريب الاول يوم الاربعاء ان شاء الله هيكون على احد الملاعب طبعا اللي بيتم تنسيقها وتحديثها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اما يوم الخميس هيكون التدريب الرئيسي والاساسي للنادي الاهلي على استاد هزاع بن زايد اللي هيستضيف احداث المباراه باذن الله اللي نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي باذن الله. رائع جدا. احنا بقى دلوقتي عايزين تفاصيل اكتر عن الاستعدادات لاستاد هزاع. احنا عرضنا بعض التفاصيل يا فاروق، بس محتاجين منك لو انت عندك برضو معلومات اضافيه، يعني عرفنا مين مقدم او مين هيحيي حفل الافتتاح، عرفنا ان الاستاد مفروض مقسم ما بين جماهير النادي الاهلي والزمالك، لكن كان في لسته محظورات على سبيل المثال. خلينا نعرف منك تفاصيل اكتر ايضا لو لديك اي معلومه خاصه بمثلا الاجواء هناك من الناحيه الاعلاميه او الصحفيه او التغطيه هتبقى ازاي، خلينا نعرف منك. تفضل. يعني خليني اقول لك انا هوند مباراه الاهلي والزمالك واحده من المباريات او الدربيات اللي بتحظى باهتمام اعلامي سواء في النطاق المصري او النطاق العربي، ويعني نتكلم على دوله الامارات العربيه المتحده كاحد يعني الدول الشقيقه اللي دايما يعني تتمتع بعلاقات على النطاق يعني كافه الوجوه مع جمهوريه مصر العربيه، ايضا على الجانب الرياضي في اهتمام غير مسبوق ايضا بهذه المباراه. خليني اقول لك ان المباراه بتقام في الامارات للمره الخامسه، يعني دي خامس مره ان مباراه السوبر تقام في الامارات. اهتمام يعني تقدري تقولي لكافه وسائل الاعلام متابعه ترقب وصول بعثه النادي الاهلي من البرومو لفريق النادي الاهلي، برومو لنادي الزمالك، اهتمام. خليني برضه اقول لك ان الغالبيه العظمى لجماهير النادي الاهلي ايضا هناك مجهزه استقبال لبعثه فريق النادي الاهلي
توافد الجماهير من كل مكان. والامر غير قاصر برضو نهواندا عشان نتكلم في نقطه مهمه، ان الحضور الجماهيري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ليس قاصر على المصريين او الجماهير النادي الاهلي المقيمه في الامارات العربيه المتحده، ولكن هناك بعض الجماهير القادمه من الدول يعني سواء السعوديه، قطر، البحرين، جماهير من الكويت، ايضا جماهير النادي الاهلي بتتوافد على الامارات العربيه لمسانده ومؤازره النادي الاهلي، الى جانب الجماهير المصريه طبعا اللي ايضا هيتم حضورها الى الامارات خلال 48 ساعه. بعض الجماهير اللي راحت تساند وتؤازر النادي الاهلي في هذه المباراه، استاذ هزاع بن زايد بتتكلمي على واحد من افضل الملاعب سواء على العالم العربي او النطاق العالمي. بالفعل يا نهواند واحد من الاستادات المهمه جدا، وكان يعني استضاف كاس رئيس الدوله منذ ايام، واحد من الاستادات المهمه جدا. حاله طبعا الاهتمام اللي موجوده بهذه المباراه من جانب مجلس ابو ظبي الرياضي، واحده من يعني النقاط المهمه جدا تواجد مباراه بحجم وقيمه النادي الاهلي ونادي الزمالك، لكن ان شاء الله نتمنى باذن الله التوفيق فيها الفريق النادي الاهلي باذن الله. نعم امين يا رب. طبعا 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 يا فاروق، ما فيش اوبشن ثاني يا فاروق، باذن الله ترجعوا لنا منتصرين، ترجعوا لنا بالف سلامه، وتحياتنا اكيد للجهاز الفني والاداري وللعيبه، ان شاء الله يعني ادوا اللي عليهم، واحنا متوقعين ده ومنتظرين ده باذن الله، نشوف مباراه تنافسيه طبعا حلوه جدا وفوز للنادي الاهلي، ده اللي احنا منتظرينه. كل يعني اخواتنا في الامارات العربيه الشقيقه يعني عاملين كل الاجواء اللي تهيئ لنا متابعة مباراة إن شاء الله تكون مباراة قوية، وبإذن الرحمن مع انطلاق صافرة نهاية هذا اللقاء نسعد كلنا كأهلاوية بإذن الله. نروح بقى للسوشيال ميديا. أيوة. وتعليقات حضراتكم ورسائلكم للفريق. أول تعليق جالنا من عمرو فؤاد بيقول ربنا هيكرمنا وهنفوز 2-0. التعليق الثاني من طارق صادق بيقول صباح الخير عليك يا نهواند، صباح الخير يا كريم، حابب أقول للعيبة الأهلي إن أنتوا قد المسؤولية وتقدروا تفرحونا ببطولة السوبر. قول التوقعات بقى على طول عشان زي ما فرحتونا ببطولتين إفريقيا في موسمين متتاليين. وبيقول إن يتوقع فوز النادي الأهلي 2-0، شادي حسين والمخيف محمد شريف، وبالتوفيق للنادي الأهلي. مخيف عمر أحمد، هدفين شادي حسين وبرونو سافيو. صادق سلام بيقول لا ما قالش مين بقى، هو بيقول لا تراجع على الاستسلام. محمد حمزه بالتوفيق ان شاء الله، نلعب برجوله وحماس، الاهلي هينتزع الكاس. ميسى كامل باذن الله تعالى الاهلي يغلب 2-1 والنصر دايما حليفه. مصطفى كرم بيقول فوز الاهلي 2-0، السوليه وشادي حسين. ويوسف مختار بيتكلم 3-1 للاهلي، شادي حسين واحمد عبد القادر وقفشه. كمل بقى شويه كده عشان برضو محدش يزعل يا جماعه. يا ريت. محمد ايمن الاهلي 2-1، مجدي بدوي الاهلي ان شاء الله يعني سكور كبير. سكور كبير دي برضو توقع حلو يا كريم، لو سكور كبير نتمنى ذلك، بس هل تفتكر ممكن؟ حسام محمد مثلا قال لك 4-1 للاهلي ان شاء الله، واوعوا تفوتوا الفرصه يا رجاله، هي فعلا فرصه عظيمه جدا نتمنى استغلالها. من نطلع امين برضو بتتكلم ان بتتكلم اللعب يكون جماعي، وده بقى ايه الماتش ده بلاش كل واحد يفكر في نفسه، على فكره برضو رسائل مهمه. طيب اعتقد ان يعني الوقت للاسف الشديد خلص، لان المداخله يمكن كانت برضو مهمه ان احنا ناخدها مع زميلنا فاروق صلاح ونطمن على كواليس ونطمن على الفريق، لكن تاني بوعد حضراتكم الاجابات كلها معانا اهي، والاجابات اوريدي موجوده على الصفحه اللي انتم بعتوها طبعا على صفحه قناه الاهلي، محدش يتضايق، لكن الاجابات السليمه ان شاء الله او يعني التوقعات الصح هي دي اللي هتبقى بعد كده عليها يعني سحب، وبعد كده السحب واحد بس اللي هيفوز بتيشيرت النادي الاهلي زي ما وعدناكم. بنشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله بكره نلتقي على خير في يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.